ماشي، لو كده الريكورد بدأ، تعالوا نبدأ بقى. النهارده إن شاء الله هنكمل الفيرتشوال وورك، بس هنشرح على الفريمز بس. طيب عايزين بس نفتكر شوية كده القانون اللي احنا بنحل بيه الفيرتشوال وورك. خلاص تأكدوا لي بس إن الشاشة ظاهرة قدامكم واللي أنا بكتبه ده ظاهر لكم عشان نكمل يعني. شايفين اللي أنا بكتبه؟ أيوة شايفين ظاهر يا باشمهندس. تمام ماشي. وبرضه زي السكشن اللي فات اللي هيتفاعل معايا هياخد بونص، حتى لو السؤال نفسه مش صعب او حاجه، بس مجرد التفاعل كده يبقى حد متفاعل معايا فتره يعني طويله في السكشن هديله بونص. ماشي. طيب تعالوا بقى نبدا. اولا الديفليكشن في الفيرتشوال ورك كنا بنحسب ايه؟ كام ترم؟ المفروض ان هم 3 ترمات. خلاص الترمين اللي فاتوا كانوا بيحسبوا نتيجه تاثير المومنت بس. طريقه الفيرتشوال ورك بتاخد تاثير الايه؟ ال3 حاجات اللي هم المومنت خلاص والنورمال بالشير. تمام كده؟ ده تأثير الشير وده تأثير ايه؟ النورمال. خلاص؟ طيب انا قبل كده ما كنت بحل في الكاميرات في البيمز، كان دايما الجزئين بتوع النورمال والشير دول مالهم؟ كان تأثيرهم في قيمة الديفليكشن قليلة قوي، حوالي مثلا ما بيعدوش 3% مثلا، وكان معظم الديفليكشن بيجي لي من الترم بتاع مين؟ المومنت. خلاص 97% او اكتر من الجزء بتاع المومنت. فكنا بنعمل ايه في الجزئين بتوع النورمال والشير دول؟ كنا بنعمل فيهم ايه؟ بنحسبهم معانا ولا كنا بنحسبهم؟ لا ما كناش بنحسبهم. بالظبط، ما كناش بنحسبهم، كنا بنقول لهم ايه؟ نيجلكت. خلاص كده؟ فاحنا دلوقتي عرفنا ان في الكاميرات شغلنا بس على ايه؟ على المومنت. طيب امتى طيب اقدر اخد تاثير الشير او النورمال؟ مبدئيا كده تاثير الشير ده هتلاقيه انت ما بتاخدوش معاك في اي حاجه. خلاص كده؟ إيه الا لو طلبوا منك، يعني الا قال لك كونسيدر ان التاثير بتاع الشير ده معاك، وده قليل قوي ما بيحصل، غالبا ما بيحصلش يعني. خلاص؟ لكن تاثير النورمال، لا تاثير النورمال ساعات بيظهر. طيب يظهر امتى؟ حد عارف؟ يظهر امتى تأثير النورمال معايا؟ يعني انا بتكلم على حاجة فيها ايه؟ على فريم ميمبر. بالظبط، في لينك ميمبر. على كاميرا مثلا على لينك ميمبر او فريم في لينك ميمبر. خلاص ساعتها بنعمل ايه؟ بناخد الجزء كمان معانا بتاع مين؟ بتاع النورمال. خلاص ليه؟ زي ما قلنا عشان هو اللينك ميمبر اصلا مفهوش غير النورمال فورس، كمان مساحة المقطع بتاعته صغيرة فهنا المقام كبير، فقيمة تأثيره في الديفليكشن بتبقى عالية. بس كده فامتى؟ لما يكون عندي فريم او بين بس معاهم ايه؟ بلس لينك ممبر. تمام كده؟ لكن كاميرا او فريم من غير لينك ممبر كنا بناخد تقسيم مومنت بس. طيب ايه تاني انا ممكن اقابله؟ ممكن اقابل التراس. التراس ده ساعتها هيبقى تاثير ايه اللي داخل معايا؟ طبعا التراس ما فيهوش مومنت، فيبقى معايا بس تاثير مين؟ النورم. تمام كده؟ ده كده في حاله مين؟ التراس. خلاص فانت دول 3 حالات اللي انت تقابلهم عندك في المسائل. خلاص فنقدر نشتغل على ايه؟ نشتغل على مساله فريم وهيكون فيها لينك ميمبر. خلاص فريم طبعا لو ما فيهوش لينك ميمبر قلنا مش هناخد تاثير النورمال، فخلينا ناخد حاجه فيها تاثير النورمال برضه عشان ايه؟ نتعلم ناخده زي معانا في الحساب. ماشي. هنبتدي الاول بفريم كده يكون بسيط شويه ما فيهوش احمال كتير عشان نوضح عليه الفكر. ماشي. طيب وطالب مني ايه في الفريم ده؟ قال لك فور ذا شون فريم فايند ذا هوريزونتال ديسبليسمنت. طيب افتكر برضه حاجه صغيره كده، هو لما بيطلب مني فيرتيكال ديسبليسمنت انا كنت بحط ايه؟ مثلا فيرتيكال ديسبليسمنت على نقطه ايه؟ كنت باجي في السيستم اللي هو بتاع ال N1 بحط ايه؟ 1 طن فيرتيكال. طيب لو طالب مني سلوب كده، لو طالب مني فيرتيكال ديفليكشن. طيب لو طالب مني سلوب احط ايه؟ مومنت 1. بالظبط، مومنت 1 متر طن. طيب لما يطلب مني حاجه اسمها تشينج في السلوب، حد عارف بيحط ايه؟ تشينج في السلوب. 2 مومنت عكس بعض في الاتجاه. بالظبط بالظبط كده، 2 مومنت عكس بعض الاتجاه حوالين الهنج وقيمتهم ايه؟ 1 متر طن. طيب ايه تاني ممكن تعمله يطلبك منك؟ حاجه اسمها ريلاتيف ديسبليسمنت. يعني ايه ريلاتيف؟ يعني حاجه ايه؟ حركه ايه؟ نسبيه مثلا ما بين نقطه ايه ونقطه بي. بس كده فتعمل ايه انت ساعتها؟ مطلوب منك الريلاتيف ديسبيسمنت، انت عايز حركه نسبيه، حركه ما بين النصين دول، يبقى تحط 1 متر طن، سوري 1 طن. خلاص 1 طن كده وواحد طن كده، بس اتجاههم يكون ايه؟ عكس بعض عشان تجيب حركه النصين دول بالنسبه لبعض. طيب ايه اللي ممكن تقابله تاني؟ في حاجه بس ممكن تقابلها بس في التراس قدام، خلاص اسمها ايه؟ روتيشن اوف ممبر. خلاص ودي هتشوفها اكتر لما نيجي في التراس يعني، بس اقول لكم المفروض بنعمل ايه ساعتها. خلاص احنا المفروض لو عندنا ممبر اسمه اي بي مثلا، خلاص والتراس بتاعنا بالمنظر ده، بيطلب منك روتيشن اوف ممبر، بتيجي تحط
تيجي تلف في الممبر يعني مثلا لك روتيشن اوف ممبر اي بي فتحط لي فورس كده وفورس كده عكس بعض خلاص قيمتها بتكون واحد على ال حيث ال ده طول الممبر تمام كده ده في حاله ان هو طلب منك روتيشن اوف ممبر ومش هنزود عن كده دلوقتي هنقولها السكشن الجاي بقى ان شاء الله في السكشن حته الروتيشن خلاص لما نيجي نشرح الدرس طيب يبقى دي كده الحاجات اللي ممكن يطلبها منك ماشي ممكن طبعا يطلب مني هوريزونتال ديسبيسمنت انا جبت الريلاتيف دي قبل الهوريزونتال فنسينا نقول الهوريزونتال خلاص ممكن يطلب منك عايز مال هوريزونتال ديسبيسمنت تمام كده دي طبعا هتبقى في الفريم يعني مش هتبقى في البيم لان البيم عندك دايما ايه يطلب منك فيرتيكال بس احنا ما بندرسش تاثير يعني ما بندرسش حاجه في اتجاه الافقي في البيمز عاده يعني خلاص فهنعمل ايه لو طلب منك هوريزونتال ديسبيسمنت مثلا عند النقطه اللي فوق هوريزونتال يبقى تحط الواحد طنده ماله هوريزونتال تمام كده ده لو طلب منك ايه هوريزونتال ديسبيسمنت خلاص فدي الحاجات اللي ممكن يطلبها منك تعالوا بقى نشتغل في المساله دي ونفتكر كده القانون بيقول ايه ان الدلتا بتاعتي بتساوي تكامل ام لود ام 1 على اي اي دي ال زائد تكامل ان لود ان 1 على اي دي ال طيب وانت بتحسب هتاخد تاثير المومنت للفريم خلاص لكن مش هتاخد يعني لو في نورمال في الفريم مش هتاخده معاك تاخد بس النورمال تاثيره فين في اللينك ممبر فقط خلاص كده والفريم هو اللي تاخد تاثير ايه فيه تأثير المومنت ماشي طيب الام نود والام 1 والان نود والان 1 الام نود والان نود دول نتيجه المومنت والنورمال نتيجه اللودز الاصليه الموجوده في المساله كان الام 1 والان 1 دول نتيجه بقى الحاجه اللي بنحطها الواحد طن او الواحد متر طن على حسب المطلوب اللي عندي طيب تعالوا هنا نشتغل احنا عايزين نجيب الام نود والان نود هنعمل ايه اول حاجه ان احنا نرسم المومنت والمومنت اللي هرسمه ده نتيجه الاحمال دي اسمه ايه ام نود ونجيب الفورس في اللينك ممبر فيبقى اسمها ايه ان نود فتعالوا عشان نعرف نرسم مومنت محتاجين نجيب ايه رياكشنز صح كده رياكشنز يعني احيانا ممكن نحتاجش كل الرياكشنز فتعالى بس نشوف كده احنا ممكن نحتاج الرياكشن كلها ولا بس هي الشكل عموما سهل انت عندك دلوقتي عملت سميشن اكس عندك الاكس ايه كام زيرو تمام كده نعمل زوم شويه كده طيب من التماثل هنا في الشكل ده متماثل يبقى اللود هنا وهنا كام وكام قد بعض ويساوي نص اللود اللي فوق اللود اللي فوق كله 2 المسافه كلها اللي هي 12 خلاص 24 يروح من هنا كام وهنا كام هنا 12 طن وهنا 12 طن جبت كده رياكشن طيب عايز ارسم المومنت تعالوا كده نركز واحنا بنرسم المومنت اغلب غلطات الناس اصلا بتبقى في رسم المومنت خلاص لان الخطوات اللي بعد كده سيستماتيك الخطوات اللي انت بتضرب الرياد في بعض ماشي فعايزين بس يعني اهم حاجه ان احنا ما نغلطش في اول خطوه انا دي اول خطوه فلو غلطت في اول خطوه يعني هتبوظ لك بقيه المساله ماشي عايزين نركز قوي دايما واحنا بنرسم المومنت سوري طيب عايزين هنا كده الاول نرسم المومنت على العمود ايه رايكم المومنت على العمود عندي بكام المومنت على اليمين العمود اللي على اليمين ده عليه اي فورس في اتجاه اكس اي رياكشن اي حاجه في اتجاه اكس لا بزيرو لا فكل المومنت ده عليه بكام بزيرو بالظبط طيب ونفس الكلام احنا المفروض نجيب الفورس اللي في اللينك ممبر الاول ما انا هجيبها اه بالظبط هجيبها بس انا يعني هرسم المومنت في الـ في الـ في السيستم ده مش هحتاج ان انا اجيب الفورس في اللينك الاول انا هجيبها كده كده هجيبها انا محتاجها بس وانا برسم المومنت مش محتاجها دلوقتي المسائل الثانيه لا هتحتاجها قبل ما ترسم المومنت يعني هنا هقول لك ليه طيب تعالى الاول العمود اللي على الشمال الاكس على الاكس بتاعته بزيرو فالمومنت على العمود بكام بزيرو برضو مفيش اي حاجه تعمل على المومنت على العمود طيب سؤال بقى انت المومنت هنا بزيرو صح والمومنت عند انترميديت هينج بكام اكيد بكام بزيرو بزيرو طيب ما بينهم في ايه عندك distributed load صح كده طيب يبقى المفروض توصل ايه هنا في النص برافو تنزل برافو بالظبط كده طيب هل انت احتجت الرياكشن في حاجه دلوقتي سوري الفورس اللي في اللينك في حاجه دلوقتي لا مش محتاج لا ممكن تحتاجها في حاله ثانيه مثلا ممكن جاب لك لود مثلا هنا بس على بعد مسافه معانا مثلا 2 متر خلاص فانت ساعتها غصب عنك كنت هتعمل ايه تيجي تقسم عند النقطه دي صح وهتضطر انت تاخد مومنت ناحيه ايه الشمال فايه اللي هيحصل ساعتها كنت هتقطع في اللينك ساعتها كان لازم انت تحسب الفورس اللي في اللينك لانها هتسمع معاك انك انت ايه لازم تعرف منها يعني تجيب المومنت عند تحت اللود بالظبط لكن هنا عشان انا كنت عارف المومنت في الاول بكام والاخر بكام ما بين نزلت البرابله فخلاص ما كنتش محتاجها دلوقتي انا جاي اجيبها بس ما كنتش محتاجها دلوقتي ماشي طيب بما ان الشكل متماثل البرابله دي موجوده شمال يبقى زيها بالظبط فين يمين طيب قيمه الدروب بكام بقى اقول ايه بقى دبليو ال سكوير ولا دبليو ال داش ولا دبليو ال في ال داش دبليو ال سكوير عفوا سكوير مش ال داش لا مفيش ال داش ليه ان الحمل نفسه متوزع على طول افقي
اللي هو 6 واتجاه التهشير الرأسي فاتجاه اللود اللي عندك عمودي برضو عفوي دايما بتحددها بحاجتين الطول اللي متوزع عليه الحمل ومتوزع على طول افقي والدايركشن بتاع التهشير عمودي عن اي طول برضو طول افقي التالي دبليو ال سكوير على اي تمام طب هنا كام يعني 2 صح كده ادي 6 تحت وفوق 2 2 في 6 سكوير على 8 هيطلع لي 9 نفس الكلام الناحيه الثانيه ربنا كام 9 طب كده جبت مين الام نود فاضل ان انا اجيب الان نود خلاص وانا محتاجها طبعا طيب اجيبها ازاي بقى في معادله انا لسه ما استفدتش بيها اللي هي بتاعت مين فهناخد مومنت ناحية اليمين كده بالشكل ده فهنقطع في مين في اللينك ممبر افرض دايما الفورس اللي في اللينك ممبر دي تنشن فاتجاهها يبقى عامل كده تمام ولو طلعت بوست يبقى مع الفرد لو طلعت نيجاتيف يبقى ايه يبقى عكس الفرد طب تعالى بقى نعمل معادله سميشن المومنت عند نقطه سي بس رايت الكلام ده يساوي صفر ايه اللي هيخش معايا اول حاجه هيدخل معايا ال 12 دي مضروبه في كام؟ 12 هنا دي مضروبه في كام؟ 6 ب 6 صح طيب ما انساش الديسكس لود اللي فوق كده عشان هو طاير لوحده اقول ايه ناقص 2 في 6 في نص المسافه اللي هي كام؟ 3 صح يعني 12 دي بتلف عكس عكس الديسكس لود طيب الفورس اللي في اللينك بتلف مع مين؟ مع ال 12 ولا مع الديسكس لود؟ مع الديسكس لود بالظبط فاقول ايه ناقص اف في المسافه اللي هي ب 3 والكلام ده كله يساوي كام؟ زيرو خلاص من الحسبه دي اقدر اطلع مين قيمه مين الفورس اللي في اللينك ممبر هتطلع لك من هنا ب 12 طن طلع بوزيتيف معناها ان هي بوزيتيف معناها ان هي مع الفرد بتاعي خلاص وبالتالي هي ايه تنشن ماشي تمام كده طيب ارسم بقى اللينك ايوه صح يعني ترسم اللينك كده تقوم عامل فيه ايه هتحافظ عليه اتجاه الفورس بتاعك اهو وتكتب هنا 12 وده بالنسبه لي هو الان نود خلاص كده كده معايا الام نود ومعايا مين تاني الان نود تعمل لحد كده طيب تعالى بقى نعمل السيستم الثاني هو طلب مني ايه اجيب منه ام 1 ان 1 طلب مني هوريزونتال ديسبيسمنت عند نقطه مين دي فتعالى نشوف كده فين في الفريم نقطه بي هنيجي عند نقطه بي نعمل ايه نحط ايه عند نقطه بي نحط فورس بالظبط فورس قيمتها 1 طن خلاص فانا انا بس هحطها ناحيه الشمال كده عشان مفيش مساحه ناحيه اليمين خلاص طيب الفورس اللي انا حاططها دي فورس ولا رياكشن لا فورس عشان فورس بالظبط فانا محتاج اجيب لها ايه؟ اجيب بقى بقيه الرياكشن سميشن اكس الفورس الرياكشن اللي هناك يطلع بكام؟ بواحد صح كده؟ سميشن الاكس تمام كده؟ طيب الرياكشنز الرئيسيه لو جيت خدت مومنت عند نقطه ايه؟ مش الواحد والواحد دول هيطيروا هيبقى لي الواي بي بس في حاجه بترد عليها؟ لا فيطلع بكام؟ في زيرو صح كده؟ من سيجما واي ده كمان هيطلع بكام؟ في زيرو صح لحد كده؟ طيب تعالوا بقى نرسم المومنت ماشي تعالوا نرسم الفريم كده نرسم بقى ايه عليه المومنت وتعالوا بالمره نجيب الفورس اللي في اللينك مع اني برده ممكن ارسم المومنت من غير ما اعرف الفورس اللي في اللينك دلوقتي بس خلينا نجيب الفورس اللي في اللينك بقى بالمره وايه ويعني نخلص منها ماشي طيب يبقى ناخد مومنت فين حوالي عند نقطه سي مثلا خلاص ناحيه ايه مثلا الشمال خلاص وعندي المسافات الافقيه عشان ما انساش كانت هنا كام وكام؟ 6 و6 طيب فاقول ايه بقى؟ اقول سميشن المومنت عند نقطه سي سميشن المومنت عند نقطه سي ليفت الكلام ده ايكوال 0 معايا مين بقى؟ معايا الفورس اللي هي في اتجاه اكس او الرياكشن اللي في اتجاه اكس ده 1 والمسافات الرئيسيه هنا كانت 6 و3 يبقى الواحد ده يضرب في كام؟ في 9 صح كده؟ طيب وانا دايما بفرض الفورس اللي هنا كده اسميها مثلا اف 1 هيكون F1 هفرضها دايما تنشن طيب على الفرضيه دي كده هي بتلف مع الواحد طن ولا عكسها؟ بتلف معاه بالظبط فقول ايه زائد F1 في 3 الكلام ده يساوي صفر من هنا طلع F1 هتساوي ايه؟ سالب 9 على 3 هتطلع بسالب 3 طب سالب 3 دي معناها ان هي كومبريشن ولا تنشن؟ هي كومبريشن كومبريشن بالظبط لانها عكس الفرض بتاعي الفرض كان تنشن بس كده فممكن هنا ايه ارسم برضه لينك ممبر بتاعي احط الفورسز اللي عليه اتجاهها عامل ازاي كومبريشن بالمنظر ده واكتب هنا 3 ماشي طيب عايز ارسم بقى المومنت تعالى نرسم المومنت كده يلا طبعا الفورس بتاعتها دي بالنسبه لي هي ان 1 خلاص اللي هي ريكشن في اللينك فاضل لي بقى اجيب ان 1 طيب تعالى نرسم المومنت كده من نقطه اي ونقطه بي هنا الاول المومنت في 0 تحت طب فوق عند الاعلى العمود هنا كده واحد في كام
ستة صح كده؟ دي اللي سامي فين؟ اللي بره ولا جوه؟ بره بالظبط اللي بره. طيب الناحية التانية ممتع يبقى عامل ازاي؟ زيها بالظبط تبقى لبره بره سنة. انا اوسع سنة بالظبط انا اوسع سنة كده عشان ايه المساحة هنا زنقة شوية. فايه هنكتب كده يبقى عندي مومنت هنا كده قيمته واحد في ستة برضو بكام؟ دي ستة تمام كده. طيب هنا بقى المومنت يتعكس فين؟ من العمود على الايه؟ على الكاميرا المايلة صح؟ يبقى لازم يبقى هو بكام؟ دي ستة والبره برضو. طيب في اي فورس لحد اللي هي تمام الهنج؟ المومنت عند الهنج فين؟ اوصل على طول اوصل على طول. الناحية التانية يبقى ايه؟ نفس الفكرة ستة واوصل على طول تمام كده. يبقى ده بالنسبة لي مين؟ الام كام؟ ام 1 تمام كده؟ طيب تعالوا بقى احنا كده خلاص جبنا الام نود والام 1 والان نود. نبتدي بقى نعمل ايه؟ معانا كده الام نود اهو فوق خلاص والام 1 تحت. تعالوا بقى نضرب الكلام ده في بعض. الاعمده الاول على الرسمه اللي انا عاملها دي الاعمده فوق بكام المومنت؟ زيرو صح كده؟ زيرو. فبالتالي انت متوقع ان انا اجي احسب الترم بتاع الاعمده خلاص مفيش ترم بتاع اعمده هيبقى موجود. تعالوا بقى الكاميرا المايله. بالظبط شايفين مساحات. طب تعالوا الكاميرا المايله كده احسب المساحه احسب المساحه منين؟ من الام نود واضربها في الام 1 ولا من الام 1 واضربها في الام نود؟ من الام نود اضربها في الام 1. طب لازم هنا هنا بدات لازم ام نود. لما كان في بارابولا لازم بارابولا اضرب مساحه البارابولا هي اللي تتضرب في الايه؟ تتضرب اللي هناك. ما ينفعش اجيب مساحه المثلث واضربها في الضرب بتاع البارابولا لان مساحه المثلث بتيجي بتلت والتلتين وانا ما اعرفش هنا لو جيت في التلت مش هعرف اضرب في البارابولا كام. لازم اعمل ايه؟ احسب مساحه البارابولا. طيب مساحه البارابولا كام؟ تلتين ام في ال. الام بتسعه صح كده؟ طب ال بكام؟ ال بتاع الممبر اللينس ده كام؟ هو هنا كان الطول الرأسي هنا 3 والأفقي هنا كام؟ 6 بلس. فلو جينا تحت كده قلنا ايه؟ على جنب كده قلنا ال لينس بيساوي جذر 6 سكوير زائد 3 سكوير بس الرقم ده يطلع لي 6.71 تمام كده؟ ده طول المنبر مين؟ المائل ماشي؟ طيب فأقول بقى دلوقتي وأنا بحسب أقول ايه؟ أقول إن الدلتا بتاعتي تساوي طبعا ده بالنسبه لي اول ترم ده لسه المومنت انا لسه هحسب تاني مين النورمال بس خلينا الترم المومنت الاول الواحد على ايه يقعد وافتح قوس اقول ايه تلتين مساحه البارابولا اللي فوق بقى دي بس اللي هي تلتين بس في 9 في كام في 6.7 دي كده بالظبط دي كده مساحه مين البارابولا الزيت بتاع البارابولا فين في النص صح كده فيجي هنا ياخد قد ايه من الدروب بتاعي اما اشوف دايما بشوف ايه الطول او الهبوط المقابل للسي جي تمام بتشوف السي جي عندك فين في البداياجرام انت حسبت منه المساحه هتلاقي فين في النص شوف الدروب قصاده هناك الناحيه الثانيه كام هتلاقي كام نص الايه نص السته طب هم مرسومين في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه عكس بعض التسعه على تحت سته فين عكس بعض فوق عكس بعض يبقى اشاره ايه نيجاتيف صح كده؟ نيجاتيف نص الستة. طيب الكلام ده هو بالظبط متكرر فين؟ زي ما هو عمود شمال متكرر بالظبط فين؟ يمين صح كده؟ فكل الكلام ده ممكن اضربه في كام؟ اتنين على طول. في اتنين بالظبط. طيب كده لسه ما خلصتش ليه؟ لان يعني لسه في ترم نورمال ما انساش لان في لينك ممبر يبقى لازم اخد ترم نورمال معايا. طيب هو في المسألة هنا مديني ريليشن ما بين ايه وايه؟ الاي اي والاي اي. مديني ان الاي اي 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 بتساوي كام؟ 2 اي اي خليك فاكر المعلومه دي ان اي اي بتساوي 2 اي اي. طيب انا كده لما اجي اعمل ترم من نورمال بقول ايه؟ بقول زائد 1 على اي اي واعمل ايه بعد كده؟ خلينا نكتب برضه ترم من نورمال كده لوحده الاول تحت عباره عن ايه؟ ان نود في ان 1 في ال ال على الاي اي اقول لكم برضه الحته دي جت من ايه؟ ان نود يعني التكامل ده بيطلع في الاخر نتيجته كده ان نود في ان واحد في ال عليه فناخد الواحد على ايه يعمل مشترك بره كومن فاكتور بره يبقى لي ايه ان نود في ان 1 طيب انا جالب ان نود في الاول في الثانويه بكام 12 ولا سالب 12 تعال نشوف هنا 12 هنا بكام 12 وتحت الان 1 بكام سالب 3 سالب 3 يبقى اقول 12 افضل ان نود في سالب 3 اللي هي ان 1 وطول الممبر اللي هو بكام؟ انا عندي الطول ده 6 و6 المجموع كله كام؟ 12 يبقى فيه 12 حلو قوي
بس الترم الاولاني ده المقام بتاعه واحد على اي او او يعني المقام بتاعه اي اي، واللي هنا المقام بتاع الترم الثاني اي اي، ينفع اجمعهم على بعض؟ لا، فلازم يديني ريليشن اعرف منها ايه احول من الاي لاي اي. هو كان مديني الاي اي بتساوي 2 اي اي، فكل اللي اعمله هنا هكتب هنا ايه زائد 1 على 2 اي اي، تمام كده. طيب وابتدي اختصر خلاص واخلص حسبتي، تمام كده. هطلع من هنا ايه، هطلع من هنا قيمه الديفليكشن بدلاله 2 اي اي خلاص. فلما اجي احسب كده هيطلع لي الترم الاولاني بتاع المومنت نتيجته ماينس 241.56 على الاي اي، والترم الثاني هيطلع زائد، سوري مش زائد، هيطلع ناقص 457.56 على الاي على 2 اي اي، ماشي. طيب بعد كده اختصر الكلام ده، بس لما اجي اختصر الكلام ده هيطلع لي الكلام ده بيساوي ماينس 457، سوري انا كده كتبت الرقم ده بس الاولاني ده غلط، ده المفروض 432 خلاص، الرقم ده المفروض ماينس 432. لما تحسب الحسبه كلها يطلع لك 457.56 بالماينس على اي، تمام كده. حد عنده اي مشكله في المطلوب ده؟ هي دي هتبقى اتجاهها ايه؟ مش فاهم الحته دي اتجاهها ايه. الماينس، حلو السؤال ده. الاشاره اللي طلعت دي معناها ان انت كنت فرض الاول 1 طن هنا وانت حاطط الدايركشن بتاعه رايح فين؟ شمال ولا يمين؟ شمال. يبقى النيجاتيف دي اللي طلعت دي معناها ان الحركه بتاعتي المفروض تبقى فين؟ شمال ولا يمين؟ يمين بالظبط، عكس الاتجاه اللي انت فرضه، ما انت طلعت نيجاتيف، لكن لو كانت طلعت بوزيتيف كانت هتبقى معايا، ماشي؟ طيب ساعات بقى في المسائل، احنا كده جبنا خلاص المطلوب اللي هو عايزه. ساعات في المسائل يقول لك ايه؟ يقول لك اللينك ده اللي عندك، بس ده ما بيحصلش كتير يعني، بيقول لك اللينك اللي عندك ده مش الاستيك، حاجه اسمها ريجيد لينك. بس ساعات يقول لك ان هي حاجه اسمها ريجيد لينك ممبر. معناها ان هي ريجيد لينك. ريجيد لينك ده بيبقى من اسمه كده حاجه اسمها ريجيد، يعني حاجه قويه جدا، حاجه قويه، حاجه ريجيد. فانت لما تيجي تحسب الدلتا بتاعتك هي بتتكون من ترمين، اللي هي تكامل الام نود ام 1 على اي اي دي ال، زائد تكامل الان نود ان 1 على الاي اي دي ال. ريجيد معناها ان اللينك ممبر ده قوي قوي، يعني الاريا بتاعته مالها كبيره، ما دام المقام كبير يبقى الترم ده كله متوقع يطلع كبير ولا صغير؟ هتبقى كبير. بس صغير. مقام كبير يبقى الرقم لا يعني الكلمه كلها هتبقى صغيره. طب كده كلها صغيره تقريبا هتبقى بكام؟ بصفر خلاص كده. فبالتالي اما يقول لك ريجيد لينك انت ساعتها ما تدخلش تاثير مين؟ نورمال معاك خلاص كده. بس ده ما بيحصلش مسائل كتير، بيحصل يعني قليل لما يجي. لو جالك حاجه زي كده يبقى المفروض ما تحسبش من نورمال معاك. طيب حد يقول لي كده بقى، لو انا عايز اطبق الكلام ده في المساله دي، لو قال لي من كيس ان هو ريجيد لينك، بس ساعتها هعمل ايه في الدلتا بتاعتي؟ انا خلصت حسبتي وقال لي احسب مره نتيجه الالاستيك ومره ثانيه نتيجه الريجيد، اعمل ايه؟ هل اقعد اعيد الحسابات من الاول ثاني؟ هشيل بس الكلمه بتاعت اللي هي ان نوت في ان واحد في ال على ايه كده بالظبط كده، اللي هي هنا كام في المساله اللي انت طلعتها في الاخر بكام؟ مش عارف اللي هي 432 دي 32 هشيلها بالظبط. مين اللي بيجاوب معايا طيب دلوقتي؟ انا بس احمد بس. ماشي طيب، يبقى انا هشيل كل اعمله بس ان الكلمه بتاعت النورمال دي المفروض ان هي تبقى نيجليكتد خلاص، مش معايا دلوقتي خلاص. يبقى الدلتا بتاعتي تبقى كام؟ ماينس 241.56 على يو، ولا اقعد احسب الاول ولا اي حاجه بس، تمام كده. طيب حد عنده اي مشكله كده في المساله دي؟ تمام كده، فهمنا ازاي نتعامل مع اللينك. انا قصدت دي مساله ما كنتش فيها احمال كتير، كان بس نوضح عليها الاول بس فكره ايه اللينك ممبر نتعامل معاه ازاي، ماشي. طيب تعالى ناخد بقى شويه افكار ثانيه كده، يعني نلعب كده مع شويه مسائل. قبل ما اقول لي بس في حاجه كده مطلوب ممكن يطلبوا منك في الكاميرات، يقول لك احسب لي التشنج في السلوب او في الفريمز حتى، بس تعالى نشوفها على كاميرا الاول. اه مثلا كاميرا زي دي كده خلاص، يقول لك احسب لي كده مطلوب كده، ومنهم بعد ما طيب يقول لك احسب لي التشنج في السلوب عند بوينت بي خلاص. فانت اول مطلوب هتعمل ايه؟ هترسم المومنت عادي خالص صح كده؟ نتيجه الاحمال بيبقى تعالوا بقى نرسم مين؟ الـ M1. وهنرجع تاني للـ M نود، بس أنا عايز أرسم الـ M1 الأول بس عشان نشوف في حاجة.
في الام 1 بقى نتيجه اخر مطلوب، بس انا مش هحل اول مطلوب، عايز اخر مطلوب اللي هو بتاع الايه تشينج في الاسلوب عند جوينت بي. اي اعمل ايه عند جوينت بي؟ احط ايه؟ هنحط اثنين مومنت عكس بعض. احط اثنين مومنت اما اللي هم عكس ايه؟ عكس بعض خلاص كده. طيب انا هنا يهمني انت تركز قوي وانت بترسم المومنت خلاص، عشان الناس تضغط كتير في الحته دي. طيب فتعالى كده نقول ان احنا عندنا اول رياكشن هنا نسميه مثلا واي دي، في رياكشن هنا نسميه وليكن واي دي خلاص، وعندي هنا مومنت اسمه ام دي. عشان ترسم مومنت هنا لازم تجيب الرياكشنز دي كلها الاول. طيب فتجيبها ازاي بقى؟ تعالى نفكر كده. انترميديت هنج يمين واحسب الرياكشن اللي عليه. اول حاجه بالظبط كده ناخد مومنت حوالين انترميديت هنج عند بي ناحيه اليمين صح كده؟ طيب لما ناخد مومنت عند الانترميديت هنج اللي هي بي تساوي 0 رايت اقدر اجيب مين ساعتها؟ واي سي صح كده؟ فهقول ما عندي مثلا واحد، الواحد ده بيلف كلوك كلوك وايز، الواي سي كده بتلف معايا ولا عكسه؟ لا بتلف معاك. طيب فانا ايه عشان بس اريح دماغي كده وما اقعدش اعكس الاتجاهات هسردها على عكسه كمان ماشي؟ بس ان انا دلوقتي لما اكتب المعادله بتاعتي واحد ناقص الرياكشن اللي هو الواي سي في المسافه اللي هي كام بقى؟ من اول هنا لهنا كلها اللي هي بكام؟ لحد هنا 6 صح كده؟ 3 و3 اللي هم 6 الكلام ده يساوي ايه؟ 0. من هنا كده اطلع الواي سي يطلع بكام؟ بواحد على ايه؟ على 6 ماشي؟ يبقى الرياكشن ده ممكن اشيل كده الواي سي واطلعه بكام؟ سوري معلش واطلع هنا يطلع بكام؟ ب 6. طيب بعد كده عايز اجيب بقيه الرياكشنز اعمل ايه؟ سيجما الواي ايكوال زيرو يطلع لي الواي دي بالظبط، يطلع لي الواي دي نفس القيمه بس عكسه عشان ما فيش اي فورسز في اتجاه واي في المساله كلها، لازم السوتس ده يترد عليه بسوتس عكسه الناحيه. فاضل لي مين بقى المومنت فين؟ بتاع دي ممكن اجيبه يا اما سمشن مومنت عند ناحيه جوينت، يا اما الاسهل ان انا ارجع اخد سمشن مومنت عند نقطه بي بس ناحيه ايه؟ الشمال تمام كده؟ طيب ساعتها بقى ايه اللي هيدخل معايا؟ هيدخل معايا الاول الواحد متر طن ده اصلا بحسب مومنت من ناحيه الشمال اهي، يدخل معايا الاول مين؟ الواحد متر طن ده. طيب والسوس ده بتلف معايا ولا عكسه؟ بتلف معايا المسافه دي كده 3 شويه دي كده هنا 3 ماشي؟ فيبقى معايا 1 زائد سوس في 3. المومنت بقى بيلف معاهم ولا عكسهم كده؟ عكسهم صح؟ يبقى ناقص ام دي كام ده يساوي 0. من هنا طلع الام دي يطلع بكام؟ ابتدي ده الناحيه الثانيه يطلع بكام؟ ده بواحد بالظبط كده. فهنا اقوم شايل هنا الام دي كده واحط كام؟ 1.5 تمام كده؟ تعالوا بقى بعد ما خدنا الرياكشن تعالوا بقى نرسم الايه؟ نرسم المومنت ماشي؟ ونركز كده عشان حته الانترميديت ينجي دي هتلخبطنا شويه. طيب اخر حاجه اول حاجه اخر الكاميرا عند نص دي كده كده المومنت بزيرو. هدي نفسي بقى عند الايه؟ عند الانترميديت هنج. تقول لي طب ما انا عارف عند الانترميديت هنج المومنت بزيرو. بقول لك بس انت عندك كونسنتريتد مومنت فلازم تعمله مره ايه؟ مره بعده. طيب لو حسبت قبل كونسنتريتد مومنت من ناحيه اليمين يطلع لك المومنت بكام؟ سوتس احنا قلنا المسافه من هنا لهنا لحد كده كلها 6 يبقى سوتس في 6 بكام؟ 1. ايه اللي سام ده فين؟ هيبقى فين؟ فوق ولا تحت؟ هيبقى تلف كده هيبقى تحت صح؟ اللي بيقول لك انت بتحسب كده من ناحيه اليمين فالسوتس كده المومنت بتاع السوتس كده بالظبط لفوق. يبقى عندك هنا المومنت قبل المومنت قبل كونسنتريت مومنت هنا بواحد صح كده؟ بس نعدله كده هنا كده بواحد وهنا بزيرو اوصل كده ما بينهم. طب جاست بعد ما عديت كونسنتريت مومنت كده انا كده كده غصب عني عارف ان المومنت لازم يبقى بكام؟ عند الانترميديت هنج بزيرو خلاص، فاكيد المومنت هنا يطلع بكام؟ بزيرو. وده تشيك تلاقي 1 6 ب 6 1 6 يعني 1 على 6 6 ب 1 والواحد دي عكسها فالمفروض ان المحصله بتاعتهم تبقى بكام؟ بزيرو. وده فعلا ماشي مع المنطق اللي بيقول انت كده كده اصلا انترميت هنج لازم المومنت عندها يبقى بزيرو. تعالى بقى نرسم ناحيه الشمال هنا المومنت هنا عند الفيكسيشن 1.5 ولفوق خلاص، فاضل لي نقطه واحده بقى انا عارف عند الانترميت هنج بزيرو، فاضل لي قبل الكونسنتريتد مومنت بقى. تعالى نحسب قبليه كده ومن ناحيه مين؟ الشمال اللي يدخل معايا 1.5 نلتحمها لفوق صح كده؟ ناقص ولا زائد السوتس؟ ناقص السوتس المسافه 3 هيطلع لي بالظبط 1.5 ناقص 1 تلتحمه لفوق عشان 1.5 اللي غلبت
التالي بيتم هنا كمان ايه؟ واحد. طيب في واحد ونص وهنا واحد او نوصل بالشكل ده كده خلاص، عشان بس يبقى السكيل مظبوط، والواحد هنا قد الواحد ده يعني، واحد ونص نكبره شويه يبقى عامل كده ماشي. يبقى ده كده بالنسبه لي هو الام 1 تمام. فنركز قوي في رسمه الام 1 ده عشان ايه بيلخبط. طيب هنيجي برضو نفكر في حاجه ثانيه، انت بعد ما ترسم الام نود خلاص هتلاقي فيه بقى مثلث وجراف وحاجات كده، وتيجي تضربها في الشكل ده هتلاقي انت هنا كده غصب عنك لازم بتقسم صح كده، لازم بتقسم الايه الدياجرام بتاعك. المفروض ان انت لو عندك كسره في الدياجرام بتاع الام نود تعمل ايه؟ تقوم مقسم قصاد الكسره في دياجرام ام 1، والعكس لو لقيت كسره في الام 1 تروح تقسم قصاد الكسره في الام نود. بس في حاجه بقى دلوقتي تعالوا كده بس نجرب الاول نرسم الام نود ونشوف ايه اللي هيحصل يعني. الاول بس انت عارف الام نود هنا بكام؟ بزيرو. سوري يعني المومنت نفسه كام كام؟ بزيرو. والام نود والمومنت عند الانترميد رينج بكام؟ بزيرو. طيب يبقى انا دلوقتي ممكن ارسم المومنت مره واحده ولا لا؟ اعمل برابولا مره واحده بالظبط. بس في حاجه بقى لازم نركز فيها قوي يعني، انت هو في المساله طالب منك ايه عند نقطه ايه؟ طيب اقسمها عند نقطه ايه صح كده؟ بالظبط بالظبط كده. لا ده طالب مني حاجه اللي هو سلوب انجل عند بوينت ايه. طب اي مطلوب طلبه منك في نقطه كده انت ما كنتش في الطبيعي بتحسب عندها المومنت يعني، انت في الطبيعي لما كنت تطلب حاجه هنا ما كنتش هتحسب مومنت اصلا، لكن ما دام هو طلب منك ريفليكشن او سلوب عند نقطه يبقى لازم تيجي تعمل عندها ايه تقسم. يعني اللي هيجي يعمل كده في المساله مره واحده هيبقى غلط بس انه ما قسمش عند النقطه بتاعت ايه اللي فيها مطلوب. طيب على فكره هو هتبقى غلط في حاله، هتبقى غلط في المطلوب اللي هو بتاع السلوب انجل عند ايه، بس المطلوبين التانيين اللي هم الديفليكشن عند بي والتشنج في الاسلوب عند بي مش هيتاثروا بس كده يعني قصدي يعني هو هيأثر في المطلوب بتاع مين؟ بتاع النقطه اللي عندها التقسيم. بس انت طبعا رايح دماغك وقسم مش هتقعد ترسم مع المومنت المطلوب يعني، غالبا انت مش هتعمل كده يعني. لو عايز تعمل كده عشان تسهل نفسك ماشي ما عنديش مشكله، لو بس ما تبقاش متلخبط يعني تبقى عارف ان المومنت مثلا ده هتستخدمه في المطلوب بتاع التشنج في الاسلوب عند بي والديفليكشن عند بي، بتقدر ترسم مومنت تاني تقسمه وهو ده بتاع اللي هيتضرب في المومنت بتاع ايه؟ سكشن او السلوب انجل عند ايه؟ خلاص فتحنا تعالى نعمل عشان ما نلخبطش نفسنا تعالى نقسم. طيب اما نيجي نقسم هنقسم ازاي؟ اول حاجه انت عارف المومنت في النص اصلا بكام؟ كده كده المومنت في النص لازم يطلع بكام؟ دبليو ايه؟ دبليو؟ دبليو السكوير على كمان بالظبط. فالقيمه دي مش هتتغير يعني كده 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 القيمه دي مش هتتغير خلاص؟ طيب يعني اقول كام؟ 40 في 6 سكوير على 8 خلاص؟ احنا قلنا كده 40 في 36 في 6 سكوير يعني على 8، 40 على 8 في 5 خلاص؟ يعني بحسب بس الحسبه دي لحد برضه بيحسب معانا كده يحسب مع يحسب لنا الحسبه دي كده نقول 5 المهم يطلع 180 خلاص. لما تيجي تحسب الحسبه دي تطلع لك بايه؟ 180. طيب كيف قيمه المهم هنا 180 خلاص؟ انت ما ينفعش بقى توصل برابل على طول يعني انت عرفت قيمه المهم في النص بكام؟ لازم تعمل ايه بقى في الكيرف بتاعك ساعتها؟ تيجي تقسمه بدل ما يتقسم برابل واحده تيجي تقسم هنا. هيتقسم ازاي يعني؟ الجزء اليمين لوحده هيبقى مثلث وتحتيه ايه؟ هيبقى مثلث تحت برابل بالظبط. ونفس الكلام الناحيه الثانيه مثلث ثاني تحته برابل. بس البرابلة بقى الطول بتاعها قد ايه المره دي بقى؟ هل الست كلها ولا الثلاثه؟ ثلاثه وثلاثه ثلاثه على يمين بالظبط. كل واحده فيهم ثلاثه يبقى 40 في كام؟ في 3 سكوير على ايه؟ على 8 يعني 40 في ايه؟ 40 في 9 على ايه؟ على 8 ماشي. لما تيجي تحسب القيمه دي هتطلع لك 45 ماشي. 45 نفس الكلام الناحيه الثانيه. طيب تيجي بقى تكمل رسم المومنت في الجزء اللي هو ايه اللي هو على الشمال ده وتشوف المومنت هنا هيطلع بايه بكام. بس انت ممكن تجيبه على فكره بسهوله برضو ان الكاميرا دي كده لوحدها ديترمنت بس، فلو فصلتها يبقى نوصلها تحت هنا كده. بص هنا في مسألة تانية بس خلينا نفصلها مثلا في الحتة الصغيرة دي كده خلاص، وعليها لود 40 ومسافة 6. طيب يبقى 40 في 6 بكام؟ 240 هيروح نصها هنا كام؟ 120 صح؟
يتعكس قيمة 120 دي على الكاميرا التانية، ويبقى معاها كمان ال 60 اللي موجودة هنا، 120 و60 يطلعوا بكام؟ 180. طيب تجيب المومنت هنا يطلع ب 180 في كام؟ عند الفيكسيشن 3 180 في المسافة كام؟ 3 صح كده؟ فيطلع لي الرقم ده ب 540 ووصل مثلث عشان مفيش ديستريبيوتد، يبقى ده شكل مين؟ ريمينوت. تمام كده؟ أنا. طيب تيجي بقى انت ايه عشان تحسب المطلوب بتاعك خلاص، سواء بقى الديفليكشن او اي حاجه، انت كده كده لما تيجي تحسب مطلوب الاسلوب عند ايه، كده كده بقى تكون حاطط الواحد متر عند ايه والاسلوب مقسم عند ايه، خلاص هيظبط معاك بقى ايه ساعتها ان الام نود والام 1 متقسمين عند نفس النقطه. طيب اما تيجي تضرب الام 1 في بتاع المطلوب بتاع التشنج في الاسلوب خلاص، مش تحسن برضه انت تيجي قصاد النقطه اللي فيها الكسره دي كده، او لازم يعني النقطه اللي انت كده كده ما تلاقي كسره روح اقسم قصادها، هتيجي هنا في النقطه اللي في النص هنا تقوم مقسم قصادها. تمام كده؟ طيب هتلاقي النقطه دي جايه في النص، يبقى المومنت هنا بكام في الدياجرام اللي فوق ده؟ المومنت في النص هنا بكام؟ ثانيه واحده، هو ازاي احنا بنحسب على واحنا كده مش بنحسب على مطلوب التشينج في الفلوس؟ اه بالظبط، بس ده كده رسمه الام نود، انا مش عايز اخبطك، ده كده رسمه الام نود نتيجه الاحمال بس كده. ايوه احنا مالناش علاقه بنقطه ايه؟ لا لينا علاقه بنقطه ايه، لان احنا في مطلوب بعد كده هيطلب منك التشنج في الاسلوب عند نقطه ايه. ايوه بس ساعتها تمام رسمه الام 1 هتبقى مختلفه. بالظبط، ما اكيد اه، تمام. لكن انا بتكلم ان الام نود ده بتاعك ثابت صح ولا لا؟ انا اتلخبطت، بس افتكرت حاجه خدت ان انا بس دي ايه بالعكس، اه انا بس عشان مشيت بالعكس فانت ممكن تكون اتلخبطت. هي كده كده الام نود ده كده كده اللي هتستخدمه في الثلاث مطاليب، الام نود بتاعك ده ثابت خلاص، لكن ده الام 1 في الكيس بتاع ايه؟ بتاع التشينج ان سلوب بس كده. لسه في ام 1 تاني للكيس بتاع السلوب عند ايه؟ ومطلوب وام 1 تاني مطلوب الديفليكشن عند بي بس كده. تمام. تمام طيب. انا بقى كنت اقول انت ممكن تقسم هنا، او انت لازم تقسم المطلوب اللي هو طالب منك حاجه فيه عند ايه، زي سلوب انجل عند ايه بس، فلازم تقسم في الام نود عشان في تقسيم اصلا في الام 1. تمام كده. ممكن في المطلوب المطلوبين التانيين اللي هم ديفليكشن عند بي والتشنج في السلوب عند بي اللي هي النقطه دي، ممكن ساعتها ما تقسمش، بس انت ليه توجع دماغك؟ خلاص انت قسم، ما دام لقيت حاجه عند ايه فقسم عند ايه، خلاص قسم الدايجرام عند ايه واشتغل على طول عليه. ماشي تمام كده يا باشمهندسين ولا اتلخبطتوا؟ لا تمام. تمام ماشي، فانت كده عرفت ترسم ازاي الام 1 بتاع تشينج في سلوب، عرفت ازاي ترسم الام نود، وتعمل المطلوبين التانيين اللي هم ايه، تحط الواحد طن عند نقطه بي وترسم المومنت، وتحط الاسلوب انجل الاسلوب انجل عند ايه، تحط الواحد يوتر طن عند ايه وترسم ايه المومنت، يبقى دول الام 1 بتوعك، تضرب الدياجرامز ببعض يجيب بقى قيمه الايه، قيمه الديفليكشن. انا بس كنت عايز اوضح حته رسمه التشينج في السلوب دي نقطة. النقطة التانية كنت عايز أوضح حتة الإيه؟ أنت لازم تقسم عند النقطة اللي عندها إيه؟ مطلوب عندها ديفليكشن. تمام كده؟ طيب تعالوا في الصفحة الفاضية دي كده بس نكتب ملحوظة. أنت في الطبيعي كده متعود تحسب مومنت فين في أي كاميرا؟ يعني أي كاميرا هتجيلك أنت متوقع إن أنت تحسب مومنت دايما في أول وآخر الكاميرا خلاص، عند تامبل هينج عارف إن هو بزيرو، لو عندي كونسنتريت مومنت بحسب قبله وبعده، ولو عندي ديستريبيوتد لود. تمام كده؟ وايه تاني؟ ولو عندي كونسنتريتد لود، ولو عندي ايه؟ انترميديت سبورت، يعني لو كان في سبورت كمان في النص. تمام كده؟ طيب هنزود معانا بقى نقطتين كمان. ايه هما النقطتين اللي انا هزودهم دول؟ النقطة الأولانية أو الحاجة الأولانية نكتب عندها كده، الكلام ده طبعا في الام نود لأن ده كله سيستم بتاع اللود، فبتكلم على الام نود. ايه الحاجة اللي هقسمها بقى؟ النقط المطلوب نكتب كده، معلش القلم بس مش جودته مش احسن حاجه. النقط المطلوب حساب الديفليكشن ده خلاص، زي ما شفنا في المساله كده، مثلا نقطه في نص دول مثلا هنا زي نص ايه، انا في الطبيعي مش هروح اقف واحسب المومنت هنا بكام، مثلا كنت هوصل على طول صفر ما بين ايه، ما بين الصفر يمين صفر شمال اللي هما هنا وهنا، اوصل على طول. لا هنا لازم تقف وتحسب عند النص دي خلاص، يبقى دي اول نقطه هنضيفها معانا مع النقط اللي احنا متعودين نحسب عندها المومنت. تاني نقطه اللي هي ايه بقى، نقطه حد عارف طيب قبل ما اكتبها ايه هي النقطه التانيه؟ تغير في الانرجي بالظبط، اللي بيجاوب معايا محمد صيام.
ماشي. فزي محمد قال كده هي يعني نقطة تغير مين؟ الانرجي. تمام كده؟ ليه طبعا نقطة تغير الانرجي؟ لان يعني احنا دلوقتي بنية المعادلة بتاعت الدلتا بنقول ايه؟ واحد على اي اي. طب انت مثلا سي ان عندك مثلا كاميرا كده خلاص، في جزء هنا اي ان اي، في جزء هنا اي، في شويه لودز خلاص، وانت رسمت المومنت. لما تيجي تحسب للديفليكشن بتاعك او تضرب مساحات في الجزء الاولاني خلاص او الجزء الثاني، هل ينفع تاخدها كاميرا واحده؟ طب هتقسم على اي اي فيهم، اي اي ولا اثنين اي اي؟ مش هتعرف، صح كده؟ فالحل انت تعمل ايه؟ هتيجي تقسم عند النقطه دي خلاص، وتعمل الثاني الاولاني واحد على اي اي في الجزء الشمال بس، زائد ايه كمان؟ واحد على اثنين اي اي في الايه؟ في الجزء بتاع المومنت بتاع الجزء اليمين. تمام كده؟ يبقى لازم نزود معانا النقطتين دول، نقط تغير الانرشيا والنقط المطلوب عندها حساب الديفليكشن. خلاص يبقى كده النقط الزياده خلاص في ايه؟ في الام نود. ماشي، النقط اللي انا محتاجها اقسم عندها زياده عن النقط اللي احنا متعودين عليها. طيب ده بالنسبه للام نود. طب الام 1 يعني الام 1 بقى امتى؟ الام 1 اصلا الطبيعي يعني لو مساله عامله كده مثلا وليكن خلاص، هو طالب منك ديفليكشن هنا عند نقطه، خلينا كده نسميها تحت كده اسمها نقطه بي. ماشي، فانت كنت هتعمل ايه؟ الاول هترسم المومنت بتاع الام نوت خلاص ايا كان شكله بقى، هيطلع مثلا حاجه عامله كده خلاص، وخلي بره دي الواحده تحت مثلا. انت لما جيت عايز ترسم الام 1 فالطبيعي بتاعك هتيجي تحط ايه يعني مثلا قال لك فيرتيكال ديفليكشن عند نقطه بي، فتحط تيجي تحط واحد ثاني عند نقطه بي خلاص، وعندك نقطه هنا مثلا اسمها سي ونقطه هنا اسمها اي وهكذا. هتقوم عامل ايه؟ هتحسب المومنت تحت هنا بكام خلاص، وتوصل هنا كده وتوصل هنا كده، ده الطبيعي بتاعك. طيب انت دلوقتي سؤال بقى، انت دلوقتي قسمت يعني خلينا بس نظبط الرسم شويه، يعني خلي دي كده قصاد نقطه سي خلاص، ودي كده توصل لي. طيب وعايزين بس نعمل كسره كده في الخط بتاعنا عشان نوضح عليها الفكره بتاعتي. ماشي، طيب دي كده قصاد سي، ودي كده انا قصاد بي، نفس الكلام تحت، دي كده نقطه بي ودي كده نقطه اسمها سي خلاص، وفي نقطه كمان اسمها ايه سوري، وفي نقطه هنا كمان في نقطه هنا كمان اسمها نقطه ايه، في نقطه هنا كمان اسمها نقطه ايه. دي بقى انت عايز تقسم في الام 1، انت هنا مقسم فين؟ عند النقطه اللي تحتها اللي انت واحد اللي انت حطيته. طيب هل انت قسمت عند نقطه سي او عند نقطه ايه؟ يعني هل انت محتاج تقسم من مجرد بس وجود الاحمال؟ لا، لان انا مش حاطط واحد عند بي. فانت المفروض تعمل ايه بقى؟ تيجي كمان تقف هنا وتحسب قيمه المومنت هنا وهنا بكام. هتقول لي ما هو خط مستقيم ما بيتغيرش، اقول لك اه، ما انت ساعتها بقى ممكن ايه تجيبها بتشبه مثلثات، او تقف وتحسب المومنت. شوف مين اسهل لك، يعني تقف تقول انت جايب الرياكشنز خلاص، فتقف تحسب مثلا مومنت الناحيه الشمال، او تجيبها من شبه المثلثات تعرف تجيب قيمه المومنت هنا ايه بكام خلاص كده. فالحاجات اللي في ام 1 هتلاقيها دايما هي اماكن وجود احمال في الام نود، يعني هي كان في احمال اصلا في الام نود خلاص، وهو طالب ديفليكشن عند نقطه بعيده عن الاحمال دي، فبالتالي انا ما كنتش مقسم عند الاحمال دي خلاص في الام 1، لكن مقسم عندها في الام نود، فانا مضطر اقسم قصادها في الام 1 خلاص. وعلى فكره العكس هيحصل هنا برضو، لان انت حاطط هنا الواحد عند بي نقطة مطلوبة عندها حساب الديفليكشن، وانا هناك في المين سيست او في الام نود يعني ما كانش عندي لود عند نقطة بي، فاضطر برضه احسب الايه؟ قيمة المومنت هنا ايه؟ بكام؟ تمام كده؟ طيب ماشي، خلينا نرجع تاني كده حاجة تانية. اه مسألة زي دي كده اي، ما دي الفكرة اللي كنا بنقولها برضه بتاعت ان انت تقسم عند نقطة تقسم عندها ديفليكشن خلاص. دي كانت مسألة مرة جت امتحان كده من الترم، وكانت مسألة بسيطة خالص، فالناس طبعا قالت لك كله قال ايه المسألة السهلة دي، فجه هنا عملوا ايه؟ قسموا الكاميرا كده خلاص، وقال لك ده المين سيستم بتاعي خلاص، والمومنت على طول هنا كام؟ دبليو ال سكوير على 8، قول مثلا هنا كان فلوس 2 تمبر متر رام، قال لك 2 في 6 سكوير على 8، دي المومنت بتاع 9، وده بالنسبة لي هو مين؟ هو الام نوت خلاص. وجه هنا عملوا ايه؟ قال لك وطالب فيرتيكال ديفليكشن عندي ايه؟ فهحط هنا قيمة ايه؟ 1 طن بس. هنا جينا نرسم مومنت واحد بيقل على 4 خلاص، او واحد وجاب الرياكشن هنا نص، بعد كده ايه هنا نص وهنا نص، وقف في النص جاب الرياكشن المومنت، فطلع له نص في 3، تلاقي المومنت هنا بكام؟ ب1 ونص. وقام عامل كده
وحسب مساحة البرابولا قال لك تلتين في تسعة في ستة، وأما لا واخد الدروب على طول واحد ونص. هل ده صح؟ لا غلط. غلط طبعا. ليه؟ لأنك عشان ما لازم كنت لازم المفروض بالظبط عشان ما قسمش، فلازم يعمل إيه في البرابولا دي؟ يمسحها كده ويقسمها، يقسمها هنا كده مثلث مثلث، وهنا إيه؟ برابولا هنا برابولا هنا خلاص. وساعتها المثلث ده طبعا هيتقسم كده خلاص، فيبقى عنده مثلث ده كده، يحسب مساحته تبقى كام؟ الديفليكشن بتاعه يبقى ايه؟ حتى هو عنده الشكل متماثل، فممكن يقول النص، اقول اول واحد على اي واي يضرب نص في 9 في المسافه 3، والسي جي بتاعه يجي هنا ناحيه القاعده شويه، فهي قد ايه من الواحد ونص؟ تلتين الواحد ونص خلاص، والاثنين مرسومين في نفس الناحيه صح؟ بياخد اشاره بوزيتيف. طيب المثلث ده زي ما موجود يمين موجود ايه؟ شمال، فيضرب الكلام ده في كام؟ اثنين على طول. اثنين بالظبط. لسه البرابولا معايا يبقى ده التلتين في تسعة، بس مش في ستة بقى، في طول الهي التلاتة. بس دي من واحد ونص. نص الايه؟ الواحد ونص. بس والكلام ده برضو موجود يمين وشمال، في برابولا هنا يمين وفي واحدة ايه؟ زيها شمال. سوري احنا في حاجة عملنا غلط، احنا حسبنا مساحة البرابولا التسعة دي، التسعة دي كانت قيمة المومنت هنا اصلا. خلاص؟ الدروب بتاع البرابولا ده المفروض ما يبقاش تسعة. بس فعلا في غلط، المفروض الدروب بتاع البرابلة ده يتحسب على اللينس كام؟ ستة ولا ثلاثة؟ لا ثلاثة. ثلاثة بقول اثنين في ثلاثة سكوير على ايه؟ على الثمانية. بس كده لما تيجي تحسب الحسبة دي تقريبا هتطلع لك اثنين وربع. تأكد منها كده ثانية واحدة. اه هتطلع لك اثنين وربع. ماشي؟ طيب يبقى هنا كده قلت ثلثين في اتنين وربع في كام؟ في تلاتة. جبت مساحة البرابلة في نص في واحد، الدروب بتاعي هنا بنص، نص الواحد بنص، واضرب الكلام ده بكام؟ اتنين، عشان احسب نفس الكلام ده للبرابلة ناحية الشمال. بس ويبقى مجموع الكلام ده هو مجموع مين؟ او ممكن اتنين ديفليكشن عند نص. تمام كده؟ خلي بالنا من النقطة دي عشان جت قبل كده في امتحان الترم مرتين. خلاص مرتين ازاي يعني؟ يعني في نفس المسألة كان طالب مطلوبين. خلاص يعني انا اوريكم الشكل كده مسألة. تمام المسألة كانت عاملة كده. تمام انا بركز على الحتة دي عشان جت كتير قبل كده. طيب خلي بالك بقى، هو طالب فين الديفليكشن؟ طالب مطالبك فين؟ عند سي ودي وإي صح؟ في ناس كتير برضو في الامتحان كانت جت تسأل فاكرة إن النقطة السوداء دي المرسومة دي معناها انترميديت هينج. لا تمام، النقطة دي مش انترميديت هينج، النقطة دي بس هي نقطة طالب عندها حساب الديفليكشن. خلاص عشان الناس بس إيه ما تلخبطش في يعني قيمة حتة النقطة السوداء دي، معناها بس إن هي نقطة تحسب عندها، مش دي مش انترميديت هينج. يعني لو كانت انترميديت هينج كانت الكاميرا دي أصلا انستيبل ووقعت. تمام؟ طيب فهنا هتلاقي نقطة دي هل عندها اي لود في المسألة الأصلية؟ هي نقطة اي؟ لا. يعني هل انا الطبيعي هقف عندها ومحسب؟ لا صح. فانا المفروض كنت اعمل ايه بقى؟ انا الطبيعي ان انا ما كنتش هقسم، بس انا هنا عشان هو طالب عندي حاجات، او طالب ايه؟ طالب حاجات عند مين؟ عند دي، طالب حاجات عند اي، فلازم غصب عني كراسة المومنت دي اعمل فيها ايه؟ وانا برسم المومنت هنا. يعني تخيل معايا مثلا اقسم عندهم هنا مثلا عن نقطة دي. طب لو جبت مومنت هنا قيمة ايا كانت في مكان، اجي هنا وانا بحسب هوصل مثلا ده عامل كده خلاص، يعني مفيش اي لود زي ما بينهم، بس لازم اقف واحسب هنا قيمه المومنت بايه؟ بكام؟ تمام كده؟ واقوم اقسم الشكل بتاعي، بدل ما كان مثلث يبقى هنا في عندي مثلث، هنا عندي ايه؟ ترابيزويد. طيب الناحيه اليمين برضه طبيعي ان انا كنت هوصل على طول مره واحده واعمل برابله كبيره بعد كده. لا انا المفروض اجي اقف في النص واحسب المومنت بكام. خلي بالك هنا بقى لما يكون في سيرفيس لود ما تقدرش تقول يا صنع ايه قيمة المومنت بتاعتي هتبقى الافرج هنا واجيب القيمة دي على طول. لا ساعتها كنت لازم تقف وتحسب المومنت بكام، ما تقدرش تجيبها بسبب المثلثات. لازم تقف كده تحسب من ناحية الايه؟ اليمين المومنت بكام. خلاص هيطلع لك قيمة اكبر من النص بشوية مثلا، فتقوم موصل ده كده، تقوم موصل ده كده، كمل ها على ايه؟ على اتنين صح كده؟ يعني تعمل برابولا يمين برابولا شمال. خلاص فالمسألة دي يعني فيها الحركة دي مرتين، فأنت لو مش عارفها
هتضيع اغلب المسألة. ماشي انا كده بجي. طيب تعال نرجع تاني كده ناخد شوية افكار تانية. طيب عشان تبقوا عارفين بس هي معلومه، عشان بس يعني ايه ما تطبقوش الكلام ده على طول في المسائل، بس يعني ايه هوريكم المعرفه كده. هو المفروض ان شرط ان انا اضرب اتنين دايجرامز بعض، يعني ام نود مثلا في ام 1، لازم عشان اضرب الاتنين في بعض يبقى على الاقل واحد فيهم ستريت لاين، على الاقل واحد في الاتنين، او مش على الاقل واحد فيهم، على الاقل الدايجرام اللي بحسب منه الدروب يبقى ستريت لاين. خلاص كده. طيب هتقول لي طب ما ده هنا كده في المساله دي ده ستريت لاين، بس هقول لك ماشي، بس انت اصلا عشان تقعد ما انت جاي كده غصب عنك كده تقسم الاشكال دي عشان تعرف ايه السي جي بتاع كل شكل، يعني الترابيزويدال ده مش هتعرف تحسب له السي جي بتاعه فين، تقسمه مثلثين، تحسب مساحه المثلث ده والمثلث ده والمثلث ده، صح كده؟ ممكن ساعتها تنزل قصادهم وتحسب الدروبات دي بكام، بس فساعتها الكلام ده هيبقى صح، بس هيلخبطك يعني. ممكن واحد ينزل تحت ويقعد بقى يشوف المسافه دي كانت كام والمسافه دي بالظبط كام، وينزل يقيس الحاجات دي هنا، ينزل يقيس الايه المسافه دي كده كام وينسبها يعمل شبه المثلثات ويجيب الدروب ده بالظبط بكام. خلاص بس الكلام ده الحقيقه ان هو هيلخبطك، فالاسهل ان انا اقسم دايما، لان التقسيم ده بيخليني دايما متعود على القيم اللي انا ايه اللي انا دايما متعود عليها. بمعنى انا مثلا لو عندي الجزء اللي تحت ده كده شبه المنحرف ده، جيت قسمت انا هنا زي ما انا قسم كده، هقسمه ببساطه برضو مثلثين زي اللي فوق، فلما اجيب المثلث ده السي جي بتاعه رايح ناحيه الشمال شويه، فنفترض مثلا ان قيمه المومنت وليكن افترض معاكم كده قيمه المومنت هنا 10، قيمه المومنت هنا مثلا 14. طيب وانا حسبت مساحه المثلث اللي فوق دي هاخد الدروب ده عباره عن قد ايه؟ كام من 10 وكام من 14؟ يعني هاخد مين تلت ومين تلتين؟ انا بتكلم عن المثلث الاولاني ده، انت كده اقرب لمين؟ العشرة ولا الاربعتاشر؟ اقرب للعشرة يبقى اخد تلت العشرة؟ لا اقرب العشرة يبقى تلتين العشرة، تلتين العشرة بالظبط، زائد تلت الاربعتاشر. خلاص فبتلاقي الموضوع معاك بينزل بيجي بسرعة، دايما تلت وتلتين تلت وتلتين، حاجات انت متعود عليها. خلاص لكن لو ما عملتش كده خلاص وحبيت ان انت ايه، لا انا مش هقسم الحتة اللي تحت خلاص، دي هنا مش هقسم الحته اللي تحت دي خالص، خلاص انا دلوقتي مش عارف مين التلت ومين التلتين ولا عارف اي مسافات، وعندي بس شويه مسافات تحت هنا مثلا، لكن المسافه دي مثلا اربعه والمسافه دي مثلا ثلاثه، خلاص وقمت حاسب هنا المساحه بتاعتي ونزلت تحت اشوف مكانها فين. ركزوا معايا بس في الحته دي، هو انا دلوقتي المسافه كده ثلاثه، الحته دي كده ثلاثه، يبقى السي جي بتاع المثلث ده هيجي من هنا بكام؟ واحد ولا اتنين الحته دي؟ واحد صح؟ الحته دي كده تبقى كام؟ واحد، والحته دي اتنين، صح كده؟ فعارف هتيجي تعمل ايه؟ عشان تجيبها بالطريقه الثانيه هتقول انا معايا هنا لحد النقطه دي، لحد النقطه اللي انا هوصل عشان اجيب عندها الدروب هي بعد ال10 بشويه، يعني سيبك من ال10 بقى خلاص انت مش هتكون حاسبها اصلا. خلاص المسافه من هنا لحد الاخر كام؟ من هنا كده لحد الاخر خالص كام زائد كام؟ وخمس الواحد الأربعة بالظبط اللي هي الخمسة. طيب المسافة لحد ال 14 كام؟ 3 زائد 4 كام؟ 4 3 7 بالظبط. فتيجي تقعد تقول ايه؟ لما تشوف مثلثات هقول القيمة بتاعت الدروب 5 على 7 في 14. خلاص؟ فأنا ليه أوجع دماغي بالمسافات وأنزل تحت وأقعد أقيس وأشوف مثلثات؟ واقعد ادخل نفسي في قيم انا ممكن اتلخبط فيها، ما انا لو قسمت فالموضوع بالنسبه لي تلت وتلتين تلت وتلتين، وكان انا متعود عليها على طول فاجيبها اسرع. فانت دايما قسم على طول، انت انا عارف ان الشرط هو الصح ان لازم على الاقل واحد يكون خط مستقيم خلاص، بس انا مش هخش الخبط نفسي واسيبه مستقيم، لا انا هقسم عند اي نقطه فيها تقسيم، لقيت نقط فيها تقسيم في الام نود اقسم عندها في الام 1 خلاص، لقيت نقط اقسم عندها في الام 1 اروح اقسم عندها في الام نود وهكذا خلاص. طيب انا ركزت يعني حط عيني في النقطه دي كتير عشان خاطر هي ما جت في الميد ترم قبل كده جت في كذا نقطه ويعني الناس كتير بتتلخبط خلاص. تعالوا بقى نرجع ايه نكمل بقيه الحاجات اللي في الفريم، احنا بعدنا شويه ورجعنا للبيمز، بس يعني دي حاجات اساسيه لازم نبقى عارفينها. ماشي انا خلاص خلصنا المساله دي،
خلينا نعدي بس المسألة دي دلوقتي ونرجع كمان شوية. دي مسألة هتلاقوها عندكم في الشيت خلاص. فهو طلب منك الأول شوية مطالب على الشكل رقم A، بعد كده رقم طلب منك مطالب تانية على الشكل رقم B. إيه الفرق بين الشكل A والشكل B؟ هو كل اللي عمله إن هو شال الرول سبورت ده وحط لينك ممبر بس نوعه إلاستيك لينك. ايه رايكم نعمل ايه؟ نقعد نحل مساله تاني من الاول ولا في حاجه ممكن نعملها اسهل؟ حد عارف ممكن نعمل ايه؟ يعني احنا دلوقتي حسبنا الشكل الاولاني ده حسبنا له الام نود خلاص نتيجه الاحمال والام 1 في كل مطلوب من المطالب الباقيه وضربنا في بعض وطلعنا القيم اللي هو الديفليكشن والسلوب والتشنج في السلوب اللي هو طيب. خلاص خلصنا الكلام ده في مساله رقم ايه؟ سؤال بقى، لما اجي رقم مساله رقم دي وجاب نفس المساله بنفس الاحمال بنفس كل حاجه عدل بس الرول هشيل الرياكشن. يعني ايه تشيل الرياكشن؟ قصدك تشيل السبورت؟ لا مش هتشيل السبورت، احنا لسه ما وصلناش لمرحله ان انت تشيل السبورت والكلام ده، لسه في كونسيستنت انفورميشن. انا بتكلم بس ان انت عايز تستفيد من النتائج اللي انت طلعتها في البارت A تستفيد منها في بارت B بدل ما تحل المساله من الاول. سؤال، مش المساله دي دلوقتي انت لو جيت خدت مومنت عند نقطه C ناحيه اليمين تطلع الرياكشن ده صح كده؟ طيب لو قررت نفس الكلام تحت خدت مومنت عند C ناحيه اليمين هيدي نفس الرياكشن تحت بالظبط فنفس الرياكشن، فانت عارف الرياكشن اللي موجود او نفس الفورس. حلو قوي. طيب وشكل المومنت هنا هيتغير في حاجه ولا لا؟ مش هيتغير صح كده؟ يعني هي نفس اللود ونفس الرياكشنز ونفس كل حاجه صح كده؟ يعني معنى كده ان معايا نفس الام نود نتيجه الاحمال ونفس الام 1 نتيجه ايه؟ نتيجه بقيه الحالات. هتقول لي طب ما هي كده نفس الديفليكشن، اقول لك ماشي بس في حاجه زادت معايا اللي هي ايه؟ ان الرولر سبورت ادخل الام 1 بالظبط، ادخل الام 1. فانا كل اللي اعمله عارف كل مطلوب هتيجي تعمل ايه؟ مثلا نشتغل على مطلوب معين منهم، نقول لي ديفليكشن عند نقطه ايه ده؟ نقول مثلا الدلتا ايه؟ دلتا ايه بتاعه المطلوب اللي هو كان في بارت ايه خلاص؟ دي كانت جايه نتيجه مومنت بس ولا مومنت ونورمال؟ اللي بالك ما كانش فيه نورمال اصلا، ما كانش فيه لينك ممبر، نتيجه مومنت بس بالظبط كده. نتيجه ايه؟ نتيجه مومنت بس خلاص. او ممكن نزود عليها ترم مين بقى؟ زي ما بينكم ايه كده ال N نود في ال N1 في ال DL على ايه؟ على ايه بس اللي احنا بنقول عليها يعني ان ايه؟ على طول من غير التكامل كده بتطلع كام؟ N نود ان 1 فيل على ال اي. طيب هتقول لي ان نود انا حاسبها خلاص قبل كده اللي هي نفس الرياكشن، ولان هو برضه على فكره انت هتبقى حاسبها قبل كده لو انت كنت حاسب الرياكشن في كل سيستم فيهم يعني او في السيستم بتاع اللي هو الديفليكشن عند ايه خلاص. واللينس بتاع الممبر معروف اللي هو 4 خلاص، وليه هيديك ريليشن اهو، بيديك ريليشن مع الاي اي، فبالتالي تقدر تشيلها وتحط الاي اي وبالتالي تقدر ايه تطلع المطلوب ده بدل ما تقعد تعيد كل حسابات كل عملته انت زودت ايه ترم واحد بس في المعادله. هو الكورس اللي جوه اللينك ممبر هتبقى عكس الرياكشن اللي تحت بس حاجه، ولا هتبقى ازاي يا جماعه؟ ازاي قصدك الكورس اللي في اللينك ممبر اتجاه يعني جوه اللينك عامل ازاي؟ يعني لو الرياكشن طالع كده يبقى انت الكورس اللي في اللينك ده عامله كده ترد عليه كده كده معناه ده كومبريشن ولا تنشن؟ كومبريشن بالظبط صح كده. تمام حلو برضه في حاجه انت عارف يعني مثلا كومبريشن فمطلوب تاني مثلا لقيته العكس فيبقى ايه تنشن فما بتضرب الاشاره يبقى عكس بعض صح كده؟ هتبقى بنفس قيمة الرياكشن صح؟ فاهم قصدك يعني انت دلوقتي قصدك في المطلوب اللي هو في الاحمال ولا في ال لا اللي هو في الاحمال اللي هي ال N الاحمال هيبقى هيبقى نفس الرياكشن اللي فوق بالظبط يعني انت نفس الرياكشن اللي هنا ده كده سوري يعني نفس الرياكشن اللي انت جبته في لو انت كنت حاسب يعني الرياكشنز في المسألة الأولانية في البارت A هيبقى هو نفس الرياكشن تحت هنا كده في اللينك ممبر نفسه بقى هيرد عليه بالشكل ده. تمام. ما انت لما تقطع هنا كده هو بالظبط تأثيره نفس التأثير هيبقى برضه طالع على البي طالع لفوق. تمام كده؟ وعشان تبان الجوينت تحت لازم يحصل ان ايه؟ يبقى في سهم طالع وسهم نازل عكسه. فهمنا هنعمل ايه في السؤال ده؟ وناخد نفس الاجابات بتاعت مطلوب ايه؟ نزود بس عليها ترمي ايه؟ ماشي؟ طيب. تعالوا ناخد فكرة كمان. في فكرة هنا برضو. ده سؤال عندكم في الشيت بتاع الفريمز. بس طالب منك الـ vertical deflection عند نقطة ايه؟
ايه رأيكم اقسم عند ايه ولا ما اقسمش؟ اقسم. طب انا اقسم صح كده عشان خاطر ايه؟ انا قصاده في الام 1 هحط ايه؟ واحد طن. طيب ماشي خلاص جدا. انا عايز ارسم المومنت مثلا، فقمت لقيت الرياكشن ده ما فيش رياكشن طبعا، هنا في رياكشن بس الناحيه الثانيه، هيطلع بكام؟ ب6 دقايق. فبرسم المومنت على العمود اللي على الشمال ده المومنت ب0 ماشي، والمومنت على العمود اليمين 6 في 4 بكام؟ ب24 خلاص كده. طيب هنا المومنت بكام؟ ب24 زي تمام كده. وهنا المومنت ب0، هينفع اوصل على طول عندي بارابولا واحده؟ لا، فلازم اعمل ايه؟ اقف هنا واحسب المومنت هيطلع لي بكام. بس بالظبط، ممكن بقى المومنت يطلع لي لتحت او لفوق ايا كان واشوف. خلاص كده. طيب تعالوا كده نحسبه برضو بالمره عشان عايز اوضح لكم حاجه. يعني هنقول هنا مثلا عندنا ناخد مثلا سيجما مومنت عند نقطه مثلا دي اللي هي بنسميها مثلا سي. خلاص يبقى معانا كام؟ 6 في 4 زائد 2 6 3 صح؟ كل دول بيلفوا كده، دول ده كده والمومنت كده والسبيد دول كده، وعكسه بس الرياكشن ده، يبقى ناقص الرياكشن ده في كام؟ في 6 تمام كده؟ طيب من الحسبه دي كده اقدر اطلع مين؟ الرياكشن هيطلع بكام هنا؟ حد يحسب لنا كده؟ المفروض الكلام ده يساوي 0، المفروض يطلع ب 10. حد بيحسب ورانا يعني؟ اكيد لنا الحسبه دي. طيب 2 بعد كده بقى عشان سيجما واي 2 في 6 ب 12 باللود اللي نازل فاصلته 12 ويطلع فاصلته 10، يبقى هنا كام؟ الباقي منهم اللي هو 2، 2 و10 طالعين يبقى 12، وعكسهم كام؟ عكسهم 12 نازل ماشي؟ هي طالعه معايا 6 مش عارف. لا 6 في 4 24 ماشي؟ زائد 2 في 6 12 في 3 36. وانا بشوف 6 في 4 طلع هنا. كم طيب؟ يعني 24 زائد 36 المفروض مجموع 60، اقسم على 6 يطلع 10 صح كده؟ صح ماشي تمام. طيب عايز بقى انت تحسب المومنت فين؟ عند نقطة مين؟ عند نقطة ايه؟ تقف مثلا تحسب ناحية ايه؟ خلينا هنا نقول ان الرياكشن ده كان طلع 2، عايز تقف تحسب عند ايه وتحسب من ناحيه الشمال، هيطلع لك المومنت بكام؟ 2 في 3 خلاص ب 6 ناقص ده كده الرياكشن، المومنت بتاع الرياكشن اللي تحت ناقص الديستريبيوتد لود اللي هو 2 في 3 بكام؟ 1.5 خلاص. هيطلع لك القيمه دي بكام بقى؟ 6 ناقص 9 الكلام ده هيطلع بكام؟ بسالب 3، سالب 3 معناها ان الديستريبيوتد لود اللي قاله وبالتالي المومنت ده فين؟ لفوق بالظبط. يبقى التلاتة دي جاية هنا لفوق، فأقوم موصل كده من 24 للتلاتة، بعد كده أوصل من التلاتة لمين؟ للزيرو. طب وأقسم كده وأحط الحتة دي كام؟ برابلة لوحدها برابلة لوحدها، وده كام؟ 2 في 3 سكوير على 8 اللي هي بتطلع لي هنا بالحسبة 2 وإيه؟ وربع بس كده. وده بالنسبة لي شكل مين؟ اللي هي منود تمام كده؟ طيب لو عايز أرسم الـ M1 أعمل إيه؟ حط واحد طن فيرتيكال عند ايه؟ فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الرياكشن اليمين والشمال بكام؟ لان كده الفريم بقى متماثل نص ونص بالظبط، نص ونص. والرياكشن الاوف بوي كام؟ زيرو. فالمومنت على الاعمده يبقى بكام؟ زيرو صح كده؟ مفيش اي لود اوف بوي كل اتجاه الممبر، فمش هعمل مومنت. طيب هنا بزيرو وهنا بزيرو، فالنص هنا بكام؟ ممكن تقول بقى بيف ال على 4 لو انتوا حافظينها، 1 في 6 على 4 وتحسبها من الايه؟ من الرياكشن نص، وهنا المسافه دي 3 تطلع بكام؟ ب 1.5، وتحسب 6 على 4 برضه يطلع لك 1.5. يبقى المومنت هنا بكام؟ 1.5 وهنا 0 وهنا 0 توصل. يبقى ده بالنسبه لي الام 1، ده بالنسبه لي مين؟ الام 1 خلاص؟ تضرب الام 1 في الام 1 وايه؟ تشتغل وتكمل حساباتك عادي خالص ماشي؟ طيب السؤال بقى هنا، لو كان يعني هو دلوقتي طالب منك مطلوبين فيرتيكال ديفليكشن عند ايه؟ horizontal displacement عند بي بس كده. لو ما كانش طالب منك ال vertical deflection عند ايه؟ كان لازم تقسم ولا لا؟ لا مش لازم. لا بالظبط مش لازم اقسم. طيب فتخيل كده معايا، هي نفس المبدا اهي،
خلاص. وانت عايز ترسم المومنت ماشي، سوري انت عايز ترسم المومنت هنا كده عندك اللود ده 6 واللود هنا 2 تمبر متر رام، المسافه الافقيه دي كلها تحت دي كلها 6 خلاص. وعندك هنا النقط بتاعتك هي بي الناحيه الثانيه، ادي نقطه بي ماشي، دي اللي طالب عندها بس هوريزونتال ديسبيسمنت ماشي. طيب وطالب وطالب هوريزونتال ديسبيسمنت عند نقطه بي تمام كده. فتعالى كده نركز في الام نود دلوقتي، هنجيب الاكشن الافقي قلنا هنا طلع بكام 6 عكسها صح كده، ما حسبنا الاكشن هنا طلع ب 6 تمام. وصل ماشي برنامج بيهنج بس مني ماشي طلع ب 6. طيب سؤال بقى، انت دلوقتي لما تيجي ترسم المومنت يعني ركز معايا تاني، هرسم مومنت ايه منوت او تقول لي ما انا لسه لازم ايه منوت، اقول لك ماشي بس انا برسمه دلوقتي اكني كنت بحل مساله ثانيه وطالب فيها بس الهوريزونتال ديسبيسمنت عند مين؟ عند بي. تقول لي هتفرق؟ هي هتفرق، هقول لك مش هتفرق بس يعني هتفرق في حاجه صغيره، هي المومنت على الشمال ده بزيرو واليمين 6 في 4 ب 24. طيب قدامك دلوقتي انت تقدر تحسب المومنت هنا بكام؟ ب 24 كده كده عشان خاطر اتزان الجوينت. طب وهنا بكام؟ ناحيه ثانيه بزيرو. طيب المره دي بقى انت قلت مش هنقسم، فممكن اعمل ايه؟ او موصل هنا مثلث او عامل ايه؟ هو مش هنا اصلا الكاميرا اللي فوق دي مش هتدخل معايا اصلا في الحسابات صح؟ لما اجي احسب الام، عما اجي احسب الام 1 اللي هي بتاعت الهوريزونتال هتطلع ان الكاميرا دي بزيرو عندها. ماشي، بتحط قصدك الواحد طن وتجيب الرياكشن أيوة. يعني فانت ايوه تعال تعال نشوف تعال نكمل. لا هي هتطلع لك برضو قيمه، هتطلع عليها قيمه، هقول لك ليه. خلينا بس نكمل، فهتطلع هنا 2 في 6 سكوير على 8 يطلع لك البرابلا دي دروب بتاعها بكام؟ ب 9 ماشي. طيب سؤال بقى، انا دلوقتي محتاج احسب المومنت في النقطه اللي في النص عشان ما طلبش عندها حاجه. سؤال، انا ما رسمت الام نود دلوقتي، هل احتجت الرياكشنز الرئيسيه في حاجه؟ انا جبت اصلا الاكشن الرئيسيه دلوقتي يعني مش في المطلوب اللي فات، انا في الصفحه دي كده جبت الاكشن الرئيسيه. لا ما جبتش. جبت اشرح لي لان انا ما احتجتهاش. فممكن في الحاله دي لو إيه انا عايز اختصر وقت خلاص انا مش محتاج احسب اصلا الرياكشنز الرئيسيه. ليه؟ لان انا لقيت نفسي ممكن اوصل على طول خلاص ومش عايز احسب حاجه في النص خلاص. هي دايما لما تلاقي في حاجه في النص كده او في مسافه معينه يعني في الكاميرا خلاص، فبتلاقي نفسك لازم تقطع عند النقطه سواء هنا او هنا او ايا كان النقطه ودي احسب من ناحيه، فغصب عنك لازم تحسب مين؟ الرياكشن الايه؟ الفيرتيكال الراسي بالظبط. لكن في المطلوب اللي تحت لقيت نفسك مش محتاج. انا قصدي ان في حاجات وانت بتحل ممكن تكتشفها كده من خبره الحل من كتر الحل خلاص تسهل عليك شويه خلاص، اللي هو امتى ممكن انا ايه محتاجش احسب الرياكشنز الراسي وهكذا خلاص. لو لقيت نفسك بتتلخبط تقول لي لا يا عم انا عايز احسب الرياكشنز الراسي على طول عشان ما اتلخبطش او عايز اعمل تشيك على نفسي او اي حاجه ماشي براحتك. انا بقول لك يعني لو عايز تخسر نفسك في بعض الاوقات ماشي. طيب زي ما كان بيقول ان هو ايه الرياكشن الثاني ده يطلع بزيرو، سوري المومنت بتاع الكاميرا في الام 1 هيطلع بزيرو. فانا بقول له لا الكلام ده مش هيحصل. ليه؟ تعالوا كده معلش نرجع تاني للصفحه اللي فاتت دي كده عشان بس انا عايز حته فيها مساحه فاضيه. تعالوا هنا اهو، انت دلوقتي مطلوب منك ان انت تحسب الهوريزونتال ديسبيسمنت عند بي. فانت هنا هتيجي تحط ايه؟ الواحد طن صح؟ طيب تعمل سميشن هيطلع لك ده بكام؟ بواحد. هل معناه ان الرياكشن الرئيسيه بزيرو؟ لا، انت لو خدت مومنت هنا هيطلع لك فيه واحد في المسافه الرئيسيه من اربعه فهترد علينا برياكشن. المهم انا برضو ممكن ما احتاجش احسب الرياكشن، ما عادي ما انا اصلا في المساله دي فعلا مش محتاج احسب الرياكشن. ليه؟ هنا مومنت بزيرو فوق مومنت كام؟ واحد كام؟ أربعة أربعة بالفعل خلاص. هتتعكس على الكاميرا أربعة إيه؟ في مومنت الناحية التانية بزيرو صح؟ على العمود هيتعكس هنا بزيرو، فليه مفيش مومنت على الكاميرا؟ لا في مومنت على الكاميرا صح ولا لا؟ تمام كده؟ يعني ما تستعجلش في حكم إن هو مفيش مومنت دلوقتي، لا براحة كده احسب الأكشنز ونقف عند كل نقطة ونشوف
ماشي. طيب وده برضو اللي يفصل معنا في المسألة دي على فكرة، يعني نفس المسألة كده، خلينا هنا يعني نفس المسألة بتاعتنا، بس هو طالب مني relative displacement between C و D، بين C و D اللي هما دي ودي. طيب تعالوا نفرق كده تحت ما بين حالتين، بين المسألة دي والمسألة دي. هتقولي ايه الفرق؟ ما هو زي بعض. اقول لك لا، هو انا هنا عامل ايه؟ هل ده رولر وده هينجد بس كده، وفي المسألة اللي بعدها هل ده هينجد وده هينجد، واذا قلت لك في النص ايه؟ انترميديت هينج. طيب هتقولي ايه الفرق يعني، ما يطلب مني في الحالة دي يعني ما يطلب مني الريلاتيف ديسبيسمنت؟ اقول لك شوف اللي يحصل معاك دلوقتي واحنا بنحسب ال M1، هتيجي تعمل ايه؟ في أول كيس اللي كان فيها رولر سبورت، وفي تاني كيس اللي فيها الانترميديت هينج. تعالوا كده في التو كيسز خلاص، نرجع من المطلوب بتاع ايه؟ الريلاتيف ديسبيسمنت. ماشي. طيب هنا عندي الناحية الشمال دي هينج سبورت، الناحية اليمين سوري الناحية الشمال رولر سبورت، والناحية اليمين هينج سبورت. ماشي. طيب نقطة C في النص هنا ونقطة D هنا، نقطة C هنا ونقطة D هنا. ماشي. عايز بقى ان انا ايه؟ احسب الريلاتيف ديسبيسمنت. طب عشان احسب الريلاتيف ديسبيسمنت بين النقطتين بحط ايه؟ واحد طن كده وواحد طن كده، ايه علاقتهم ببعض؟ عكس ايه؟ عكس بعض. وعندي المسافات الرأسية دي 2 و2 تمام كده، والمسافات الأفقية اللي هنا كام وكام؟ 3 و3. طيب تخيل معايا كده انت تحسب الرياكشنز. طيب اول حاجه تعمل سمشن اكس، يطلع في الاكس هنا بكام؟ 0 بالظبط، 0 مع بعض 1 1 عكس بعض، خلاص مش محتاج حاجه هنا في الاكس. طيب لو جيت خدت سمشن مومنت هنا هيطلع لي الواي اللي هناك دي بكام؟ برضه بكام؟ 0 برضه 0. ما هو الواحد واحد عكس بعض، خلاص مفيش حاجه اصلا تتزن مع الواي، فالواي كام؟ دي 0. سمشن واي الواي دي بكام؟ دي 0. هتقول لي ايه ده؟ كل الاكشنز بصفر، يبقى المومنت على المساله دي بصفر. لا طبعا الكلام ده مش صح. ليه؟ واحده واحده كده الجزء ده من العمود وعليه معلوش مومنت صح؟ ماشي، دي ده بزيرو وده بزيرو، بس من بعد الواحد طن اللي يحصل في دي كمان مومنت صح؟ فهنا المومنت بكام؟ واحد في المسافه اللي هي هنا باتنين، كام؟ باتنين، ودي استعمال بره. نفس الكلام الناحيه دي، بيتعكسوا على الكاميرا كده، بيتعكسوا على الكاميرا كده، وهنا مفيش احمال في النص فيكمل مستطيل. فالفكره انت ما تستعجلش في الحكم على ايه؟ ان مفيش مومنت خلاص؟ لا اوقف احسب الاكشنز واوقف احسب عند كل سكشن. طب الناحيه الثانيه اللي هو الفريم ده هيفرق ايه عن ده؟ هتقول لي انا اوقف احسب عند سي كده خلاص، احط الواحد طن كده وواحد طن كده عكس بعض زي ما عملنا المره اللي فاتت صح كده؟ هتقول لي خلاص بقى ما دام هم الوحيد اللي انا هوصل بالانترميديت هينج. طب خلينا نشوف. طب دو ايفر رياكشن زيرو، رياكشن تطلع بصفر ولا مش بصفر؟ يعني تطلع زي الحاجه الاولى بصفر ولا لا؟ لا صح مش تطلع، عشان صح هيبقى في اكس كلها هتطلع بصفر. ليه؟ لو جيت خدت مومنت، لو جيت خدت مومنت هنا ماشي، الواي هنا هتطلع بصفر عشان الواحد بيلاش الواحد، وسمشن الواي ده هيطلع بكام؟ بصفر. لكن لما تيجي تعمل سمشن اكس وسمي النقطه دي مثلا اي حاجه، مثلا زد وواي مثلا خلاص. طيب انت دلوقتي بتعمل سمشن اكس، هل اكس زد واكس واي الاثنين بصفر؟ يعني هل معناه هل في سمشن اكس بتقول كده، ولا سمشن اكس بتقول ان اكس زد زائد الاكس واي مثلا الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. خليها ناقص، خليها مثلا واحده كده واحده كده، يبقى ناقص اكس زد ناقص الاكس واي بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طيب هل ده معناه هل المعادله دي بتقول لي ان الاثنين بيساوي صفر، ولا الاثنين ممكن يطلعوا بقيمه بس عكس بعض فيساوي مجموعهم يساوي كام او طرفهم يساوي كام؟ صفر. طب انا بعرف منين اذا كان بيساوي صفر ولا لا؟ لسه في معادله او نقطه مثلا بالظبط، اخد مومنت فين عند الانترميديت هينج سميها مثلا اتش، باخد مومنت حوالين الهينج ناحيه اليمين كده، ايه اللي يحصل؟ الاقي نفسي بقول سمشن مومنت حوالين الهينج دي يمين يساوي صفر، الاقي واحد في المسافه الاثنين ناقص الرياكشن اللي تحت اللي هو الاكس واي مثلا، او سميه يعني اي حاجه عشان ما تلخبطش، اكس مثلا واي دي مضروب في المسافه كام؟ 4. الكلام ده يساوي كام؟ 0. فيطلع لي من هنا الاكس دي بكام؟ بنص. يبقى طلع بزيرو زي ما انا كنت متوقع. لا مش بزيرو، مش شرط عشان في الوقت طلع بزيرو يبقى زيرو، يبقى يعني يطلع بنص خلاص. بس الاتجاه يبقى عامل ازاي بقى؟ خلي بالك انا عملت ناقص بس الاشاره كده غلط، يعني تعالوا نظبط الاتجاهات عشان الاتجاهات تبقى مظبوطه والمعادله بتاعتي تبقى مظبوطه، لازم ده يلف عكسه. ما انا لما اخد مومنت حوالين اتش ناحيه اليمين كده بالمنظر ده
الواحد بتلف كده، واحد في اتنين بتلف كده، يبقى انا لازم افرض الرياكشن الاكس اللي تحت ده، ولاش واي دي، واي دي هتلخبط الناس عشان في ايه نسميها اي نقطه، ده اي اسم تاني مثلا وليكن ان مثلا، بس هنسميها اكس ان. اكس ان دي لازم تلف معها واحد طن على عكسه، عشان المومنت تطلع بصفر عكسه مع بالظبط عكسه، تمام كده. وبالتالي المعادله هنا انا ظبطت اهو الشيء الثاني بتاعي عشان المعادله بتاعتي تطلع مظبوط، انا قلت 1 في 2 ناقص اكس ان في 4، خلاص لو كنت عكست كنت اقول زائد اكس ان في 4 زي ما كنت عامل في الاول، هيطلع لي اكس بسالب، بس انا مش عايز ادخل نفسي في القصه دي. المهم في الاخر طلع لي الاكس ده بكام؟ بالنص بالمنظر ده كده. وبالتالي من سمشن الاكس بقى اقدر اجيب الاكس اللي عند نقطه زد ده اطلع بكام برضو؟ بنص قدها بس عكس الايه؟ الاتجاه. تعالى بقى نرسم المومنت كده ونركز. ماشي؟ طيب دي ترسم المومنت. تعالى نرسمه على الرسمه اللي دي كده، بس نعمل زوم كده شويه. بس ونرسمه بلون تاني خالص، نرسمه مثلا بلون الاخضر. تحت المومنت بزيرو. طب هنا المومنت بزيرو ولا يبقى بكام؟ نص بكام؟ نص في اتنين صح كده؟ الارتفاع اللي هو اتنين. نص في اتنين بكام؟ واحد، وديل سهمه يمين. طيب فوق هنا المومنت بكام؟ ايه رايكم؟ تعالوا نحسب من تحت كده صح؟ من فري اند. طب عندي كام في كام؟ نص نص في اربعه صح؟ ناقص الواحد صح؟ لان الواحد بيلف عكسها في اتنين. ناقص الواحد في اتنين. نص في اربعه باتنين ناقص اتنين، يبقى اتنين ناقص اتنين بكام؟ بزيرو. زيرو. المومنت هنا بكام؟ بزيرو. خلاص نمسح بس الخط ده عشان ما تفتكروش ان هو ده المومنت. خلاص نمسحه كده. يبقى هنا كده بزيرو ووصل للواحد. طب انا متوقع لما هنا الشكل سيمتريك فيطلع المومنت ده بالظبط ايه؟ زي الناحيه الثانيه من المنظر ده. هنا زيرو هنا زيرو، في اي حاجه ما بينهم؟ في اي لود ما بينهم؟ لا مفيش. مفيش صح؟ انا متوقع المومنت هنا برضه المومنت هنا عندهم نمبر بزيرو، تمام كده؟ فنخلي بالنا بس هي الحاجات اللي بتلخبط الناس دايما، الناس بتلخبط في الحاجات اللي هي ايه؟ المصاديف اللي هي بتاعت الام 1 بالذات كمان، عشان خاطر بيبقى فيها ايه شويه عايز شويه هدوء كده وانت بتحسب الرياكشنز وانت بتحسب المومنت. طيب المساله دي مطالب منك تشينج في السلوب عند الانترنال هينج. هتقول لي سهله خلاص احنا لسه عاملينها من شويه. اقول لك ماشي، بس في حاجه، شايف الانترنال هينج دي المره دي موجوده فين؟ هي قبل كده كانت موجوده في نص الكاميرا، دلوقتي موجوده فين؟ بين ايه وايه؟ يعني نقطه سي، يعني كاميرا واحده ولا في عمود لوحده ولا بين كاميرا وعمود؟ عمود لوحده. لا خلي بالك هي دلوقتي فاصله يعتبر ما بين، انا فاهم قصدك انت ان هي يعني غرسه جوه العمود بس مش غرسه في الكاميرا، بس انا اللي اقصده ان هي دلوقتي فاصله العمود اللي تحت عن مين؟ عن ايه فوق؟ عن الكاميرا. الكاميرا والجزء الثاني يعني بالظبط. فانا دلوقتي لما اجي احط المومنت بتوعي اللي هم اللي انا هحسب منهم التشينج في السلوب، قبل كده في الكاميرا كنت بحطهم ازاي؟ قبل كده زمان لما كان بيبقى عندي كاميرا، معلش هو بس البرنامج بيهنج شويه من النهارده، بس كنا بنحطهم ايه؟ واحد كده وواحد كده. طيب ديل وراس السهم فين؟ فوق وتحت ولا يمين وشمال؟ يعني انا بحط الديل والراس فين دلوقتي؟ فوق الكاميرا وتحت الكاميرا كده؟ عشان ده منبر افقي، لو منبر راسي بحطه ازاي بقى المومنت بتاعي؟ بحيث ان الراس والديل يبقوا ايه؟ يمين وشمال. فانت هنا المفروض تعمل ايه لما يعني انت دلوقتي اول حاجه هتعملها في المساله دي ان انت هترسم المومنت بتاع الاحمال، يبقى ده اسمه مين؟ الام نوت. تمام كده؟ طيب هترسم المومنت بتاع الاحمال اللي اسمه ام نوت. خلاص؟ وهترسم بقيه المطالب، انا عايز بس مطلوب واحد اللي هو ايه؟ ده كده سوري انا كنت معلم على المطلوب بتاع الريلاتيف، انا عايز المطلوب بتاع التشينج في السلوب عند نقطه مين؟ سي. ماشي؟ اللي هو ده كده. طيب المطلوب بتاع التشينج في السلوب ده هاجي اعمل ايه بقى؟ ببساطه هتقول لي طب ما انا بنفس الفكره احط 1 متر طن قبل وبعد الانترميديت هينج. اقول لك ماشي، بس ال 1 متر طن ده هتحطه عامل ازاي؟ هتحطه بحيث ان ديل السهم وراس السهم يبقوا عاملين ازاي؟ تعالوا كده نشوف. ادي هنا كده هتحط لي الواحد متر صم بتاعك عامل كده، تمام كده، انه في العمود. ففي العمود انا ما اقدرش ان انا احط المومنت في راس السهم فوق وتحت، ده منبر راسي فانا لازم احطه يمين وشمال.
هفترض ان انا احطه مثلا بيلف كده كويس. طيب اما اجي احط بقى المومنت على الكاميرا احطه ازاي؟ هسألكوا سؤال اهو، هيتحط ازاي؟ كده زي ما انا عامل ولا كده؟ يعني هيتحط زي ما كنت حاطه على العمود كده بحيث ان يمين وشمال، ولا يبقى بحيث ان الراس والصدر يبقوا فوق وتحت؟ يعني اللي انا مشاور عليه يعني شاور عليه كده بلون مختلف، اللي هو ده مشاور عليه بالاخضر ده، ولا احط مثلا حاجه زي كده زي اللي هو ده بالابيض لما اجي احط المونت على الكاميرا؟ ها صورة معلقة عندي أوي مش شايف حاجة. لسه هنيجي برضه. اه طب الالوان اللي انا سبتها الاخيره دي ظهر عندك الازرق والاخضر والكلام ده؟ لا مش ظاهر أي حاجة، أنا كده ظاهر. اه ماشي. انا بس بقول لك أنا أشوف دلوقتي المومنت اللي انت حاطه تحطه على يعني اي لون فيهم، الاخضر ولا الازرق، اللي هو يعني اللي انا مشاور عليه بالاخضر ولا مشاور عليه بالازرق؟ لا الأخضر يعني تحط الديل تحت ولا يمين شمال على الكاميرا؟ على الكاميرا لا بما مش انها عارف. منبر افقي بقى الديل والراس فوق ايه؟ فوق وتحت، لكن العمود يبقوا ايه؟ يمين وشمال، تمام كده؟ يعني اقصد ان في الكاميرا كنت حطيت الايه؟ الديل والراس على طول فوق وتحت وفوق وتحت لانها منبر واحد افقي، انما بتتكلم دلوقتي انترميت هينج فاصل عمود عن كاميرا، فبالتالي المومنت بتاع العمود هيبقى عامل كده بحيث ان الراس سهم يمين وديل السهم ايه؟ شمال، لكن الكاميرا هيبقى بحيث ان ديل الراس سهم فوق وتحت. طب احط اتجاهه عامل ازاي؟ ده بيلف ايه؟ اللي على العمود بيلف مع عقارب الساعه، يبقى لازم على الكاميرا احطه بيلف ايه؟ مع ولا عكس عقارب الساعه؟ معلش يا باشمهندس، هو أنا مش فاهم الحتة دي. تاني انت دلوقتي لما كان عندك الرميه هينج في الكاميرا كنت بتعمل ايه؟ بتحط بس 2 1 متر تان صح؟ الاثنين عكس بعض. عكس بعض صح كده؟ تمام. هنا نفس الفكره بالظبط، بس عندك بدل ما هي كانت واصله ما بين كاميرا يعني كاميرا يمين وكاميرا شمال، دي واصله ما بين عمود وكاميرا، تمام كده؟ فتقول لي خلاص انا احط 1 متر تان 1 متر تان عكس بعض برضو صح كده؟ قبل وبعد ايه؟ انترميديت هينج، تمام لحد دلوقتي؟ وبعد الانترنت تمام. اه طيب انت اللي هي بعد انترميديت هينج اللي هي في العمود حطيت المومنت عامل ازاي؟ مع عقارب الساعة صح كده؟ كله كويس. يبقى تمام. فوق تحط السهم بتاعك عامل كده؟ ولا وحضرتك أصلا بقى ليها صح حضرتك ولا غلط؟ بتكتب دلوقتي ولا اه بكتب عامل سهم كده، ظهر عندك ولا لسه؟ لا؟ مش انا مع حضرتك اللي هي في العمود هتبقى كله كويس، ماشي. تاني عكسها الكاميرا بقى تبقى انت هتبقى كله كويس. بالظبط بعكسها، فالمفروض السهم بتاعك هيبقى عامل، بص السهم دلوقتي ثانية أول ما أرسمه هقول لك، انا برسمه اهو دلوقتي كده سمت السهم ظهر عندك ولا لسه؟ لا مظبوط، اللون الازرق. طب انت اخر حاجه ظهر عندكم ايه؟ اللي هي الألوان اللي هي القديمة لما حكيت بتسأل من شوية، اللي هي أزرق وخضر وأحمر. مش عارف هو في لاج ليه كده النهارده. طب ده كان عند كل الناس؟ طيب لو في حد تاني يشارك معانا يعني ممكن ياكد عليها بس نفس الحوار حصل عنده ولا زميلكم بس؟ اه دكتور نفس الموضوع. بس المشكلة طب دلوقتي ظهر ده يعني المفروض ان في لايك شوية يعني المفروض يبقى كده ظهر ولا لسه؟ لا برضه ما ظهرش، طب بص أكيد هجرب ظهر، بس اقفل كده بس ظهرت. برضه بعد فترة طويلة أوي يعني. طيب هجرب دلوقتي برضه ارسم حاجة تاني كده، انا بشاور دلوقتي على السهم ده ظهر حاجة ولا لا؟ لا حلو. طيب بص خليني اقفل الشير وافتحه تاني بس بسرعة كده، وساعات الشير بيهنج هقفله ممكن ده يحسن دلوقتي الدنيا.
طيب انا كده بعمل شير تاني، ثواني بس كده هيفتح دلوقتي. طيب كده الشاشة ظهرت، هو البي دي اف بتاع الشاشة نفسها ظهرت ولا لا؟ هي ظهرت في ابلكيشن بيحمل تقريبا. اه بالظبط، هو البي دي اف بس بيفتح. تمام طيب كده ظهرت الصورة بقى بالأسهم لا ما ظهرت، برضو انا لسه عند الابلكيشن هو بيحمل كده ظهرت يعني. ماشي. طيب شايف كده بقى السهم اللي هو المومنت نفسه، المومنت نفسه. انا دلوقتي مسحت الاسهم اللي جنب المومنت، ده المومنت نفسه كده، المومنت في العمود بيلف كلوك وايز مع عقارب الساعه، صح؟ في الكاميرا لازم يلف ايه، عكس عقارب الساعه. طيب اللي بتكلم فيه بس اتجاه المومنت اللي انت حاطه بس، يعني انت المفروض دلوقتي ده منبر راسي، صح؟ العمود منبر راسي، تمام؟ فما دي مومنت عليه ترسمه بحيث الديل والراس يبقوا يمين وشمال ولا فوق وتحت؟ يبقوا يمين وشمال. بالظبط كده، عشان كده رسمته عامل كده اللي هو ده كده، تمام كده؟ ظهر دلوقتي اللون اللي انا برسم بيه ده. كده ظهر خلاص كده. طيب على الكاميرا بقى المفروض يحصل ايه؟ يبقى يمين وشمال ولا فوق وتحت؟ هيبقوا فوق وتحت. بالظبط كده، ده اللي انا بقوله بالظبط. فتحط القوس بتاعك بحيث ان احتماليه الديل والراس يبقوا فوق وتحت، خلاص. والسهم نفسه بقى يبقى معاك كلوك وايز في العمود مثلا، يبقى انت كلوك وايز في الكاميرا او العكس. طيب فنقول هنا مثلا ان احنا حطينا خلاص قيمه المومنت اللي هو 1 متر طن اهو، 1 متر طن. فاضل لنا بس ان احنا نرسم المومنت، خلاص. ده بس المومنت بتاع المطلوب بتاع الايه؟ بتاع الامبوند في المطاير في الاسلوب. طيب تعالى بس نعدل العمود ده كده، خليه ماشي مع بالظبط الفيكس اللي هناك لان هو في نفس السوا بتاعه. طيب عايزين بقى ان احنا نحسب دي ايه، نرسم المومنت في الحاله دي. طيب لازم انا محتاج احسب ايه؟ الرياكشنز، صح كده؟ انا مش عارف احسب في الفريم ده، الدنيا معقده شويه، فبحسب الرياكشن. طيب عندي كام رياكشن عند الفيكسد؟ ثلاثه، وعندي واحد عند ايه؟ الرودر. طب عملت سمشن اكس، الرياكشن اللي عند الفيكسد ده يطلع بكام؟ في اي فورس في اكس هيبقى اكتر من بزيرو. ثلاثه؟ زيرو. طيب عايز اجيب بقى بقيه الرياكشنز اعمل ايه؟ لو جيت خدت سمشن مومنت حوالين الهنج اللي هي سي مثلا لتحت، ايه رايكم؟ مش الاكس معايا بزيرو والواي مش هتخش، صح؟ يبقى معايا مين بس؟ المومنت اللي تحت، سميه مثلا مومنت اف مثلا، ام اف، او المومنت تحت ده كده. طيب الواحد متر طن دي هي اللي داخله معايا بس، صح؟ والاكس مفيش اكس يعني بزيرو، فالواحد متر طن بعمل واحدة اللي لازم عكسها. يطلع عليها بواحده عكسها تحت. طيب كده جبت الاكس وجبت المومنت، فاضل اجيب الوايات. طيب تعال نشوف كده الوايات هتطلع بكام. لو جينا خدنا مومنت عند النقطه اللي على الشمال دي، لو جينا خدنا سمشن المومنت كده عند نقطة زد دي تساوي ايه؟ تساوي ايه اللي يحصل؟ هتلاقي الواي اللي عندها طارت، يبقى لي الواي اللي هناك اللي هي واي اف، صح كده؟ أول حاجة الواي اف المسافة ما بينهم اللي هي كام؟ لو جيت حسبت هتلاقي هنا 3 وهنا 3 وهنا 4، فالتوتال كام؟ 10، صح كده؟ طيب هتقول لي بقية المومنتس بقى اللي داخلة معايا ايه؟ ما هو في اكس، ما فيش واي، بس في اثنين مومنتس فوق الاثنين عكس بعض، فدول مش هيأثروا معايا، الواحد والواحد اللي انا سامهم عند الهينج دول. بس في مومنت تحت كمان اللي هو كام؟ عند الاف اللي هو بواحد. واحد. طب قلت زائد واحد، الكلام ده يساوي صفر، يطلع لي الاكشن ده بواي اف بسالب 1/10، يعني اتجاهه المفروض يحصل له ايه؟ يتعكس، صح كده؟ يعني هو المفروض الصح بتاعه ان هو ايه؟ يبقى لتحت. خلاص ظاهر اتجاه الرياكشن الجديد اللي انا رسمه اللي هو 0.1 ده. ايوه ظهر. يعني سمشن واي يجيب الرياكشن الناحيه الثانيه، في شايف سي واي 0.1 لازم تبقى قدها وايه وعكسها. حلو قوي كده. عايز برسم المومنت، انا جبت الرياكشنز كلها، عايز ارسم المومنت. فتعالى تحت كده نرسم شكل الفريم ونرسم عليه ايه؟ نرسم عليه المومنت. طيب اللي على الشمال ده عليه مومنت ولا لا؟ ده مفيش اي حاجه فيها اكس، فالمومنت عليه بكام؟ زيرو. طيب الكانتليفر اللي هو على اليمين، هل جاي عليه اي لود ولا المومنت اصلا بادئ من بعديه؟ يعني الكانتليفر ده كده المفروض ان هو عامل كده، هل عليه اي لود اصلا الجزء ده كده؟ لا، صح كده. فالمومنت عليه هو كمان بكام؟ المفروض بزيرو. طيب بالنسبه للعمود بقى، انا معايا مومنت تحت كده 1 متر طن. طيب ده ديل سهمه عامل ازاي؟
رايح ناحية اليمين فأرسمه هنا ناحية اليمين. طيب وأنا طالع بقى هل في أي حاجة بتغير القيمة دي؟ ده الرياكشن أصلاً الـ X بزيرو فالقيمة دي الواحد ميتر طنطي هتفضل ثابتة، هتفضل ثابتة لحد ما تقابل مين؟ لحد ما تقابل مين عكسها اللي هي الواحد ميتر طن اللي عكسها هيعمل فيها ايه؟ ثانية بالظبط هينزلها خليها بزيرو، ده منطقي عند الانترميديت هنج يطلع المومنت بزيرو. طيب هنا المومنت بزيرو خلاص كده خلصنا من العمود، فاضل الكاميرا الافقيه والميه. طيب تعالوا بقى كده نفتكر، هنا كان عندي قيمه هنا 0.1 خلاص، والمسافه اللي هنا في 3 وفي مسافات ثانيه كده اللي هي 4 و4 يلا في سوري هنا 4 لحد نقطة ايه كان طالب عندنا ديتكشن كمان بعد خلاص، بس كان في مطلوب تاني يعني. فنقول اللي يهمنا دلوقتي ان المسافه دي كلها كام؟ 6 يعني. طيب هنحسب مومنت فين تاني؟ طيب المومنت هنا بزيرو عند الانترميديت هنج يبقى انا وعند الكانتريبر بزيرو، فنتوقع برضو المومنت هنا في الكاميرا دي بكام؟ هي جاست بعد الانترميديت هنج يفضل بكام؟ زيرو برضه. زيرو برضه بالظبط. فاضل لي بس المومنت عند النقطة الواحدة دي يطلع بكام؟ احسبه من ناحية مثلا الشمال يبقى هو بوينت واحد في مين؟ في الأربعة أربعة. يطلع بكام؟ بوينت فور، هو بوينت فور هنا كده، هو موصل بوينت فور دي كده وعكسها هنا هو بوينت فور تمام كده. خلي بالك من حاجة، احنا قلنا حاجة غلط دلوقتي، احنا نسينا عشان احنا ما نبصش على الشكل، هو المومنت اب زيرو جاست هنا كده عند الانترميت هينج، بس تعالى نبص احنا كنا حاطين ايه بعد كده؟ واحد ايه؟ واحد متر طن صح كده؟ اه في واحد طن قبليه يبقى كام؟ يبقى بالواحد دي ولا لا؟ يبقى بالواحد صح كده؟ يبقى قبليه بزيرو بس كده بعد ما عديته زاد معايا كام؟ واحد. دلتا سهمها فين؟ تحت ولا فوق الواحد ده؟ اه لا لتحت تمام تحت بالظبط. فهترسم هنا يبقى انا زيرو هنا، اول ما عديت كده تدري مومنت وصلت لنا كام؟ لواحد. طيب وهنا عندي مومنت 0.4 خلاص، خلينا هنا بس نمسح الحته دي تاني كده، اهي عندي هنا 0.4 في الكاميرا وعندي هنا بكام؟ بواحد، او موصل ما بينهم كده بالمنظر ده خلاص. وفي الكاميرا المايله هنا زيرو وهنا 0.4 زيها بالظبط وموصلها بالشكل ده ماشي. عشان بس نوضح الدنيا عشان ما نخشوش في بعض، خلينا نرسم دي كده اصغر شويه كده تبقى ايه تبقى اوضح شويه ماشي. وده شكل ايه؟ شكل الام 1 بتاعك خلاص. فدي معقده شويه بس ان هي عايزه تمشي وراها واحده واحده بالايه في الحسابات بتاعتك ماشي. طيب خلينا بس نرجع تاني كده، فاضل لنا حاجه واحده بس هنقولها ولا خلاص. طبعا الحاجات بتاعت التراس دي كلها هنقولها ان شاء الله في السكشن الجاي ماشي. انا بس عايز ابص على الشكل بتاع دي شكل المساله برده كانت موجوده في امتحاننا قبل كده، تحاولوا تدربوا نفسكم على ايه مسائل بالشكل ده يعني فيها شويه احمال كتير وفيها حسابات كتير شويه. احنا ما بنعملش كده في سيكشن عشان ما نطولش بس ايه حل المسائل نفسه، بنحاول نغطي افكار اكتر ما احنا بنحل ارقام خلاص. لكن المساله دي مهمه، المساله دي برده مهمه، ركزوا قوي انتوا تحلوهم بايديكم. طيب اي حاجه فيها تراست او تراست دي بين او اي حاجه نخليها ان شاء الله السيكشن الجاي. في حاجه واحده بس، في مساله واحده بس عايزين نقولها ونبقى خلصنا. خلينا بس نطلع لفوق كده سنه نشيك ان احنا مفيش حاجه نسيناها، هي دي مساله بس عايزين نقولها كده سريعا نتمرن عليها ويبقى خلصنا ماشي. المسألة دي كده تعالوا نفكر بس نشتغل فيها ازاي، عايزين يعني نفهم كده هنعمل فيها مطلوب واحد بس ماشي. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ هقول لك فايند فيرتيكال ديفليكشن ات بوينت ايه. فطبعا زي احنا متعودين بنخش على الفين نرسم مومنت نتيجة الاحمال يبقى الايه منود، نرسم نتيجة الواحد طن اللي هنحطه او ايا كان الحاجة اللي هنحطها نرسم يبقى الايه منود. طب سؤال، هل هنا في لينك ممبر في المسألة ولا لا؟ ايوه في لينك ممبر. في لينك ممبر صح؟ بالظبط. يبقى لازم انا بحسب الديفليكشن ادخل معايا كمان ترم مين؟ النورمال. بالظبط كده زائد الان نود في الان 1 على الاي دي ال. طيب في واحد ممكن يجي في دماغه سؤال لك تقول له كان شويه اللي هو ليه الاي التكامل بتاع الكلام ده بيطلع على طول كده ان نود في ان 1 في ال عليه وما بنقعدش نضرب مساحات زي المومنت، يعني ليه ما بنقعدش نضرب مساحات زي المومنت؟ اقول لك ببساطه هو كل اللي حصل كان مستطيل. انت دايما عارف بالظبط، دايما عارف ان اللينك ممبر ده المومنت عليه بايه او سوري ايه معلوش مومنت والنورمال عليه بكام، مستطيل ثابت على كامل طوله بين النود. وفي نفس الكلام في الان 1 بيبقى المستطيل ثابت، هل الفورس بتتغير في اوله عن اخره؟ لا.
فهو الفورس اللي فيه ان نود وان 1 دول ما بيتغيروش على كامل طولهم، وطوله كام ال. فانا اصلا لو جيت احسب مساحه الكلام ده يطلع كام، احسب مساحه المستطيل الاولاني ده يطلع بكام، ان نود في كام، في ال. طب السي جي بتاعه فين في النص، الدروب اللي قصاده كام، ها ان 1 خلاص على الاي. هل الكلام ده ينفع يتغير، في اي احتماليه ان هو يتغير اصلا؟ عمرك شفت لينك ممبر كده كان ماشي كده بقى في قيمه بعد كده يعني القيمه اختلفت؟ لا عشان كده بقول لك ايه بالظبط، عشان كده دايما بقول لك ايه اشارات بس، طبعا لو اشارات ما سمعها عكس بعض فدايما ايه القيمه دي ثابته على طول، ما بتقعدش تعمل دوره مساحات في بعض في حاله مين ان. ماشي نرجع تاني للمساله. طيب عرفنا دلوقتي ان احنا عندنا ايه تيرم النورمال عشان في لينك ممبر اللي هو ده. طيب ابتدي اشتغل في المساله ازاي، في كذا طريقه ممكن انت تقعد ايه تفكر ازاي ان انا ايه هجيب معادلات عشان اطلع الرياكشن دي، وفي حاجه اسهل ان انا ممكن اعمل ايه في اللينك ده، اجي في مقاطع في اللينك صح كده، دي اسهل حل. اما اجي اقطع في اللينك الميزه دلوقتي ان انا هيبقى عندي الجزء الفوقاني ده كده هيبقى عامل كده، واللينك ده هيظهر فيه فورس واحده ولا اتنين فورسز، هي لازم يظهر فيه ايه فورس واحده في اتجاهه سميها اف، وعندي لود هنا اللي هو 8 خلاص، وعندي اللود اللي هنا اللي هو كام 2 طن بير متر تمام كده. طيب الكلام ده بقى مفروض ان هو الرياكشن اللي عند اللينك كده يتعكس على مين، على العمود الصغير اللي هو مين اللي هو من بيه لحد تحت. طيب مين اللي نعرف حلو الاول، العمود ولا الجزء الفوقاني؟ خلي بالك العمود هيبقى فيه 3 رياكشنز والفورس اللي في اللينك كمان يعني 4، لكن الجزء اللي فوق فيه رياكشن بتاع اللينك وفي هنا ايه رياكشن واي وهنا ايه رياكشن اكس، يعني 3 بس، فمين اللي اقدر احله الاول، الجزء اللي فوق ولا تحت؟ الجزء اللي تحت. خلي بالك الجزء اللي تحت فيه 4 مجاهيل، الفورس اللي في اللينك والثلاثه بتوع الفيكسد، انا عندي 3 معادلات بس اقدر اجيب نطلع غلط بالظبط. طيب يبقى نجيب اللي فوق ازاي، تعالى بقى نشتغل سيجما اكس الاول للجزء الفوقاني. لما تعمل سيجما اكس للجزء الفوقاني في اي فورس تيجا اكس؟ مفيش صح، فالفورس اللي هنا الرياكشن هنا بكام؟ بزيرو. طيب عايز اجيب بقيه الفورسز، الفورس اف والرياكشن اللي على الشمال، اخد مومنت هنا مثلا خلاص، باخد سيجما مومنت عند النقطه دي سميها مثلا وليكن نقطه اتش، اقول سميشن مومنت عند اتش تساوي ايه؟ تساوي زيرو. طيب هقول معايا ايه؟ 2 لود الاثنين ده، والمسافات بتاعتي في المساله كانت الافق 4، خلينا هنا كده نمسح دي، هي الطول الافق 4 والطول الراس 3، يبقى الطول المايل كام؟ 5 صح؟ فاقول كام؟ 2 في 5 ده كده حصلت سيريز لود في نص المسافه اللي هي كام؟ اخد مسافه مايله افقيه، اخد المسافه العموديه على اتجاه الحمل، بالظبط يبقى 2، يبقى اخد المسافه العموديه على اتجاه الحمل، اتجاه الحمل الراسي اخد المسافه 2. طيب الكلام ده اللي هو ايه قيمه الديستريبيوشن لود، خلاص جبنا المومنت بتاعه زائد ال 8 اللي هي اللود اللي في الاخر ده في المسافه بتاعتها اللي هي 4 و6 و2 اللي هي كلها 12 ناقص الفورس اللي هي الاف في المسافه اللي هي 10، الكلام ده يساوي صفر، اطلع من هنا قيمه الفورس اف. من هنا كده من الحسابات طلعت الفورس اف طلعت لي بتساوي 11 و6 خلاص كده. طيب 11 و6 دي كده قيمه الفورس هنا، اعمل سميشن واي اقدر اجيب الفورس الرياكشن الناحيه الثانيه خلاص هيطلع لي هنا ب 6.4 خلاص كده. طيب كده جبنا مين الرياكشنز، اعكسها على الجزء بقى اللي تحت، اعكس الرياكشن بتاع اللينك ده على الجزء اللي تحت فيجي لي هنا 11.6. طيب ومن سيجما واي اقدر اجيب الرياكشن اللي تحت هنا كام، تعالى بس نحرك البي سي ده سبورت ده شويه عشان يبقى عندنا مساحه نكتب، عندي هنا زيها 11.6. طيب وكان عندي في المساله الاصليه في هنا فورس قيمتها كام 4، طيب فانا هاخدها مع الجزء اللي تحت ده مثلا ماشي، مش هحطها بقى مع اللينك مش هي لازمه فوق يعني هتتعكس تاني تحت، هحطها مع الجزء اللي تحت. الاربعه دي من سيجما الاكس يترد عليها بكام 4، من سميشن المومنت، سميشن المومنت يطلع لي المومنت هنا بكام 4 في كام؟ في 3 يطلع بكام؟ ب 12. طيب انت كده جهزت الاكشنز كلها، تقدر ترسم مومنت ولا لا؟ اقدر ارسم مومنت. تعالى نرسم مومنت كده تحت. ماشي تعالى نرسمه هنا كده. او خلينا معلش نكبر راس الرسم شويه عشان التصميمه صغيره خالص مش هنرسم عليها. طيب اللينك ممبر كده كده ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش مومنت، خلينا نفصله كده ونشيله على جنب. لا
نحسب بس ايه النورمال اللي فيه، احنا حسبناه اللي هو بكام؟ ب 11.6 ماشي. طبعا الفورس اللي في اللينك ممبر دي كان تاثيرها هنا انها بتضغط على الجوينت، فهي برضو يعني جوه اللينك هتبقى عامله كده، تبقى الفورس دي بالنسبه لي بتضغط كده، يعني هي في الاخر هي ايه؟ كومبريشن. طيب تعالوا بقى نرسم مونت على الجزء الفوقاني ده. مونت هنا بكام؟ بزيرو. بس ما انساش طبعا ان عندي هنا لينك ممبر جايب رياكشن كده. طيب تعالوا بقى نرسم المونت كده سريعا. المونت هنا كام؟ 8، وفي المسافه هنا 2، فيطلع لي المونت هنا ب 16. طيب المونت هنا بزيرو، فاضل لي فين؟ احسب فين تاني هنا؟ طيب اما احسب هنا ممكن احسب من اليمين او من الشمال. تعالوا نطلع نشوف من هنا كده، لو حسبنا من ناحيه اليمين كده هي معايا ايه؟ 8 في المسافه اللي هي 8 ناقص الفورس اف في المسافه كام؟ 6. بس كده الفورس اف دي انا جايبها 11، او الفورس اف لينك 11.6. لما احسب الحسبه دي طلع لي المومنت من هنا كده بسالب 5.6. مين اللي غلب كده؟ الفورس اللي في اللينك جايبه مومنت اعلى ولا ال 8؟ سامعني طيب الصوت واصل ولا في مشكله؟ والصوت بيعلق. وحتى السؤال الثاني كنت اقول المومنت مين اللي غلب كده لما طلعت الاشاره نيجاتيف؟ يبقى المومنت بتاع الاف اكبر ولا المومنت بتاع الثمانية؟ المومنت بتاع الثمانية. لا ما الثمانية انا كنت بوزيتيف، فبعد كده ناقص الفورس بتاعت اللينك، فيبقى ما دام نيجاتيف يبقى ايه؟ يبقى هي مشيت مع الحاجه اللي هي النيجاتيف اللي هي مين؟ الفورس اللي في اللينك. طيب الفورس اللي في اللينك دي لما تلف كده يبقى دي سهمها فين؟ صح كده. يبقى قيمه المومنت هي 5 و6 دي المفروض تتوقع فين؟ تحت. تمام كده بالنسبه للمنبر المايل هتبقى عامله كده ماشي. طيب بالنسبه للمنبر الافقي ايه هتبقى بالنسبه لها؟ عامله كده عموديه عليها يعني راسي. طيب اوصل ازاي بقى؟ يعني 16 اللي فوق دي اوصلها على طول ل 5.6. ولا اقسمها؟ لا اقسمها عشان طيب احسب اقسمها مثلثين صح كده؟ يبقى عندي فوق كده مثلث، تحت كده ايه؟ مثلث. تمام كده؟ القيمة العمودية دي اوصلها كده على طول ولا في عندي 3 بيز لود فاعمل ايه؟ اوصل كده مثلث وانزل البرابلة بتاعتي تبقى ايه؟ البرابلة بالنسبة لي عاملة كده. تبقى بالنسبة لي برسمها مع اتجاه الممبر يعني كده، يعني تبقى عمودي الدروب بتاعها يبقى عمودي على اتجاه الممبر ماشي؟ طيب قيمتها كام بقى الدروب ده بقى؟ قيمته كام؟ هل دبليو ال ال داش ولا دبليو ال سكوير ولا دبليو ال داش سكوير؟ دي بقى اللي هتبقى دبليو ال ال داش على بالظبط كده. ومين اللي بيجاوب معايا دلوقتي؟ انا بس ماشي بس. طيب يبقى قيمتها ايه؟ دبليو ال ال داش اللي هي 2 في 4 في 5 على 8، لان عندي ال 4 وال داش ب 5، يبقى 2 في 4 في 5 على 8. احسب الحسبه دي يطلع لي الدروب ده ب 5 ماشي؟ طيب كده انا رسمت ايه؟ رسمت الام نود للجزء الفوقاني، فاضل بس ارسمه للجزء التحتاني. الجزء التحتاني ده اسهل منه بكتير عشان هو ايه؟ مجرد العمود ده خلاص، وعليه اصلا المونت اللي تحت خالص اللي هو عند الفيكسيشن ده احنا حسبناه من شويه اللي هو طالع ب 12، ودي سهمه كان رايح ناحيه ايه؟ الشمال. فكل اللي هعمله ان انا هنزل تحت هنا احسب هنا المونت يطلع لي كام؟ ب 12، وفوق عارف المونت بزيرو او موصل بالشكل ده. خلاص ده بالنسبه لي الام نود، ومعايا مين كمان فوق؟ الان نود اللي هو 11.6 كومبريشن. طيب خلاص كده كده خلصت بين الام نود والان نود، فاضل الام 1 والان 1 خلاص. وتعالى نعمل مطلوب اللي هو فيرتيكال ريفليكشن عند نقطه ايه ماشي، او يعني بس مش هنعمل المطلوب التاني. فاحنا كل هنعمله ايه؟ هنشيل كل الاحمال ونيجي هنا في المساله بتاعتي نحط ايه؟ 1 طن نحط واحد طن ماشي. طيب نحط الواحد طن هنا برضه بنفس الفكرة، أنا نفسي الجزء التحتاني ده عنده رياكشن هنا عليه، فمش عارف أجيبها غير لما أشتغل على الجزء اللي فوق الأول خلاص. دايما ترتيب خطوات الحل ما بيختلفش الـ M نود عن الـ M1، دايما هتلاقي نفسك بتمشي بنفس الخطوات. إذا ما أطلع للجزء اللي فوق الأول مثلا كان الجزء ده X بزيرو عشان ما فيش F X. طيب والمسافات هنا كانت كام؟ هنا كانت 2، وهنا لحد هنا كانت 6،
خلاص لحد هنا كانت كام؟ 4. طيب هناخد مومنت هنا عند النقطة دي، فبنشوف مومنت عند النقطة دي كنا بنسميها دايرة حاجة يبقى 0. هلاقي واحد المسافة 4 ناقص الرياكشن ار فورس اف يعني في المسافة 10 الكلام ده يساوي 0، فيطلع لي من هنا ان الرياكشن ده ايه؟ 0.4. تمام كده؟ الناحية التانية يطلع بكام؟ 0.6. أقف أحسب مومنت هنا أحسبه من ناحية مين؟ شمال مثلا، يطلع لي بكام؟ 0.6 في كام؟ يعني أنا أحسب مومنت هنا 4 أحسب مومنت هنا 0.6 في الأربعة، فيطلع لي مومنت هنا 2.4 خلاص؟ بس تعالى الأول نعكس الفورس اللي هي 0.4 دي خلاص على إيه؟ على الجزء ده. طيب والمرة دي بقى عندي أي فورس تي إكس؟ لا أنا حاطط بس 1 طن عند نقطة إيه؟ ما عنديش اي فورس في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكس، فهنا مفيش حاجه في اتجاه الاكس خلاص، مفيش اصلا فورس موجوده، فبالتالي الاكشن الاكس بتاعت هيطلع بكام؟ بزيرو خلاص. وبنفس الفكره لو جيت خدت مومنت هنا تحت مش هلاقي اي حاجه، فيطلع المومنت هنا بكام؟ بزيرو. ماشي؟ طيب عايز برسم المومنت، المومنت كده كده على العمود هيبقى بكام بقى؟ اوله بزيرو واخره بزيرو، يبقى في اي قيمه عليه ولا كله بزيرو؟ كله بزيرو بالظبط، كله بكام؟ كله بزيرو. تمام كده؟ فاضل لي بس ارسم مومنت فين؟ في الجزء الايه؟ الثاني. تمام كده؟ الجزء اللي هو عامل كده. طيب انا كده كده حته الكانتليفر دي هل عليها المره دي اي لود؟ ولا برسم في في السيستم بتاع الام 1 مفيش هنا اصلا لود؟ الكانتليفر شغال صفر. المومنت هنا بكام برضه؟ بالظبط، المومنت هنا بكام؟ بزيرو. تمام كده؟ طيب الجزء ده بقى انت عارف المومنت هنا بزيرو خلاص، انت عارف المومنت هنا بزيرو خلاص، فاضل لك بس المومنت هنا اللي احنا سالينه من شويه اللي هو 0.6 بكام في الاربعه، يطلع بكام؟ 2.4 دي اللي سهمها مع ال 0.6 اللي هي بتاعت، فيطلع عامل كده 2.4 ويطلع هنا متعكس كده يبقى كام؟ 2.4. ده بالنسبه لي هو الام 1. طب الان 1، الان 1 اللي هي مين؟ اللي هي ال 0.4 اللي هنا برضه اتجاه هنا بالنسبه لي كومبريشن ولا تنشن؟ على كومبريشن بالظبط، يبقى بالظبط الفورس اللي فيه كده كومبريشن، بقول هي نيجاتيف 0.2 يعني كومبريشن خلاص، يبقى نيجاتيف فوق ونيجاتيف تحت، فما يضربوا مع بعض يطلعوا يرجعوا تاني بوست. طيب كده خلاص جهزنا نفسنا ان نحسب الديفليكشن دلتا تساوي ايه؟ 1 على اي اي. تعالوا بقى نضرب الايه؟ الدياجرام في بعضه. انا هلاقي نفسي العمود كده كده مفيش مومنت، والكانتليفر مفيش مومنت، فاضل لي بس الكاميرا الافقيه والمايله في الموضوع ايه؟ هدي شويه خلاص؟ فتعالى نشوف كده المومنت فوق كان بكام؟ عندي هنا كاميرا المايلة دي مساحة المثلث كام؟ نص 5.6 صح؟ في المسافة اللي هي هنا اللي هي كانت بكام؟ بخمسة صح؟ بخمسة تمام. يبقى عندي هنا ايه؟ نص 5.6 في الخمسة. طيب المثلث ده كانت القاعدة بتاعته فين؟ عايز اليمين صح كده؟ هنا ماشي؟ بس جي بتاعها هي فين تحت؟ قريب من 2.4 ولا بعيد عنها؟ هيبقى 2 على 3 2.4 بالظبط كده، يبقى 2 على 3 في الايه؟ في 2.4. طيب المثلث هنا ده مرسوم لتحت، المثلث في الام نود برده مرسوم لتحت، يبقى الاشاره بوست. طب نكمل البارابولا دي بقى لما اجي اكتب الترم بتاعها اقول كام؟ ثلثين ام في ال، يبقى ثلثين في 5 في كام بقى؟ ال اللي هي بكام؟ اللي هي طول المايل بالظبط اللي هي كانت 5 افق ده بالظبط، افق 4 على راس 3 يبقى برده 5، يبقى ثلثين في 5 في 5 ماشي كده؟ يبقى عندي هنا زائد ثلثين 5 في 5، فقد ايه بقى من ال 2.4؟ يبقى الرابولا سي تحت صعبة بالظبط، ال 2.4 اللي هي 1.2. طيب كده انت خلصت الكاميرا الايه؟ المايلة، فاضل لك بس مين؟ الكاميرا اللي هي الايه؟ الأفقية. طيب بس دي فيها مثلثين، مثلث فوق ومثلث ايه؟ تحت. ناخد المثلث اللي تحت الأول، هو نص في 5.6 المسافة الأفقية اللي هي جت هنا كده كلها 6 ماشي؟ طيب ونص 5.6 في 6 تمام كده؟ زائد نص 5.6 في 6. طيب المثلث ده برضو القاعدة بتاعته رايح ناحية هنا رايح الشمال ماشي؟ فبالتالي هشوف تحت السي بتاعي الشمال شوية، السي بتاعي هيبقى هنا كده. طيب تحت المثلث ده الاقي ايه؟ مرسوم برضو قاعدته كده شمال، يبقى الدروب ده كان تلت ولا تلت؟ تلتين تلتين بالظبط كده خلاص. فاضل لي كده اخر مثلث خالص اللي هو مين؟
يبقى المثلث ليه صح كده؟ ده نص 16 في الطول اللي هو كان ب6، بس المره دي بقى القاعده بتاعته هي نفس اتجاه القاعده بتاعت المومنت اللي في ام 1 ولا عكسها؟ عكسها هيبقى يعني القاعده رايحه ناحيه مين؟ بالظبط دايما كده ممكن تظبطها ان يعني القاعده تكون عكس القاعده بتاعت الثاني يبقى ايه؟ تاخد تلت. لو معاك نفس الاتجاه تاخد ايه؟ تلت. بس اقول ايه زائد نص وهيبقى في سالب في 16 ب6 في سالب تلت في 2.4 ماشي؟ طيب بس انا دلوقتي عندي ليش الرقم بتاع المنجذب ثلاثة واحد ام فوق بالام تحت يعني عكس اللي هي ده بتعمل كده بس من بتعمل النورمال يعني عندي لك كام بقول زائد ايه واحد على ايه اللي هي في المساله بتقال 2 يوم اشيلها واحط بدلها ايه 2 يوم كله نفس الحاجه اللي هي في تقص كان عندي النورمال في الان بكام 11.6 بس بالنيجاتيف عشان كومبريشن نفس الكمية في ان 1.4 صح؟ يبقى نيجاتيف 11.6 في نيجاتيف 0.4 فالطول بتاع اللي هو في المسألة هنا كان بيدوك كام؟ ايه؟ طول المسألة كان ايه؟ طول كام؟ اللي هو 3 ماشي؟ اللي هو دي يعني طيب في بعض المسائل بيجي يقول لك ايه بدل ما يقول لك ان الاثنين اي اي بدل ما يقول لك كده يقول لك العكس يقول لك الاي اي تساوي ايه اثنين اي فانت ما تتلخبطش ولا حاجه انت خلاص هتقوم برضه بعد ما خلصت حساب الترم بتاع المومنت بدايات الاي اي هتقوم عامل زائد ايه واحد على اي اي صح كده طيب حط هنا كام بقى يعني اي اي اللي تحت دي اشيلها واحط ده ايه ممكن اشيل الـ AI واعوض عنها اللي بالك بالـ هنا ولا ينفعش؟ يعني اشيل الـ AI واحط 2 A فاهم في شفت الـ AI مش مشكلة بس انا لو عايز اعمل العكس عايز كله ذاتي فوق اشيل الـ AI واحط بدلها كام؟ اودي بقى الـ AI الناحية التانية فالـ AI تبقى بكام؟ AI على ايه؟ على الاثنين صح؟ فممكن هنا اجي اشيل اللي في المقام دي واحط الاي اي على الاثنين فالاثنين يحصل لها ايه بالظبط 2 على الاي اي يعني تطلع لي تطلع فوق يبقى 2 على الاي اي جيب الرقم كله ده بالظبط تمام كده شفتين طيب هو الصوت بيقطع قوي طيب خلاص هي يا صوت واضح ولا مش واضح؟ لا مش قوي كده مش واضح الصوت واضح شويه وبعدين horizontal displacement at A. Can you displacement between A و B. تمام كده طيب انا مثلا في المطلوب الاولاني اجي احط واحد طن كده في المطلوب الثاني اجي اعمل ايه احط واحد طن وليكن مثلا عامل كده خلاص واشتغل طب ايه رايكم المطلوب الثالث اعمل ايه هل ينفع استغل اول مطلوبين في حاجه ولا لازم برضو اجي احط واحد طن كده واحد طن كده عكس هو ممكن هيبقى عباره عن سوبر بوزيشن يعني اول اثنين اجمعهم يطلع لي ثلاث ايوه انت قربت بالظبط بتعمل ايه؟ قول اعمل سوبر بوزيشن اللي هو اجمع الشكلين احفظ ماشي اللي هو ايه يعني انا مطلوب واحد مطلوب اثنين اعمل ايه يعني اجيب مطلوب ثلاثة طيب
ايوه انت بتقوله ده صح، بس ازاي بعمل ريسور بوزيشن؟ يعني انا مثلا في السيستم الاولاني حطيت الروح طن كده، وفي السيستم الثاني حطيت الروح طن كده، ماشي؟ عشان اجيب بقى الريلاتيف ما بينهم اعمل ايه؟ ممكن اجيب مطلوب واحد اعمل فيه ايه مطلوب اثنين، او العكس يعني. أجيب منهم مش هي الريلاتيف نسبة يعني؟ بالظبط، او مش نسبه يعني، اطرحهم من ايه؟ من بعض. اطرح الريزلت عندي بي، تمام كده؟ يبقى ساعتها انت جبت الفرق ما بينهم. جت في امتحان على فكره دي، انت جت في امتحان فاينل قبل كده، طلب منهم اول مطلوبين خلاص، طبعا وقت الامتحان بيبقى ضيق، فطلب منهم مطلوب الثالث، فاللي مش فاهم هيقعد يعمل ايه؟ يقعد من الاول يقعد يحط واحد طن واحد عكس بعض، ويقعد يعيد الشغل من اول وجديد، في حين اللي جاب اول مطلوبين وفيها من الثالثه دي عباره عن الفرق ما بين اول مطلوبين، حلها في سطر واحد بس. ولو انت اصلا كنت حاطط الواحد طن في السيستم مثلا، جيت انت في الاولاني قمت حاطط الواحد طن عامل كده بس، وجيت انت في الثاني وتحط الواحد طن عكسه، فساعتها يبقى الفرق ولا مجموعهم؟ يعني الريلاتيف دي هتبقى الفرق ما بينهم ولا مجموعهم؟ بالظبط، هتبقى عباره عن ايه؟ مجموعهم بس. فلو انت حاططهم في نفس الاتجاه تبقى الفرق ما بينهم، لو انت حاططهم عكس بعض تبقى ايه؟ تبقى مجموعهم، تمام كده؟ وساعتها انت وفرت على نفسك رسمه مومنت ايه، مومنت ثاني ثالثه خلاص، وحسابات ديفليكشن كتير ثالثه، فين الحل بتاعك كله هيبقى عباره عن ايه؟ سطر واحد، ماشي؟ بس انا كده خلصت، معلش طولت عليكم، بس عشان السكشن جاي بقى ان شاء الله خلاص، يعني برضه ايه ما يطولش مننا ان شاء الله في الكليه. حاول اتفق معاكم على ميعاد سكشن عشان عرفت المحاضره زي ما انت، بس لو محاضره ينفع تبقى بكره ممكن نخلي السكشن السبت عادي زي ما احنا، لو مش هينفع وهتبقى المحاضره السبت بالليل عشان لان مش ومش هنعمل، مش هينفع ان احنا ندي يعني نحاول ندي الدراسة قبل الميد تيرم، بس عشان ايه؟ عشان تبقى انتوا داخلين ومعاكم البيرش ورك كامل، ماشي؟ فهشوفك هو مع الدكتور كده ان شاء الله. الدكتور كان قايل ان الميد تيرم هيبقى في السكشن، ميد تيرم سكشن يوم التلات او هو الاربعاء ان شاء الله، التلات. هتفق معاكم برضه على الميعاد بالظبط. طب بالنسبة هو التلات ولا للشيت بتاع الاربعاء؟ نشوف كده بس. بالنسبة للشيت بتاع البريشر غالبا بول، شيت بريشر ورك برضه هيتسلم في نفس اليوم، غالبا هيتسلم في نفس الشيء في نفس اليوم الميد تيرم، فابتدوا تشتغلوا فيه عشان خاطر لو ايه، لو الدكتور قال هتسلموه في يوم الميد تيرم يبقى جاهز معاه، ماشي؟ وانا هاكد برضه مع الدكتور تسلموه امتى وهبلغكم ان شاء الله. طب معلش آخر حاجة، هو أنا لو هي درجة الكويز اللي شفتها في الشيت نزلت، فكنت عايز أعرف لو محتاج أشوف الورق هينفع ولا دي ابعت مش مهندسة، انا ممكن ابعت مش مهندسة، ابعت لي بنت انت باسل ولا حد تاني بيتكلم؟ أنا باسل. ماشي خلاص، انا ممكن هقول باش مهندسة ممكن تصور لك الورقة ان شاء الله، او تجيبها معايا يعني، بس مش هيجي على حسب ايه الاسهل يعني هتعمل، تمام؟ ماشي، شكرا يا فندم، سلام عليكم.